السلام عليكم. السلام. ان شاء الله اولاد هناخد النهارده موضوع البرينيم. البرينيم طبعا في جزء نظري، العمل بتاعه سهل جدا، يعني نظري يعني مش قصدي وقتي مش بس مش كتير يعني قصدي كده، انما العملي هيبقى اقل من النظري، حاجات بسيطه خالص هنعرفها، ما تاخدش مننا وقت يعني تنزل ان شاء الله، بس لازم نفهم الموضوع نظري ونعرفه كويس. تعريف اول حاجه ديفينيشن اوف برينيم، طبعا انتوا عارفين ده اولاد البيبي صح زي ما انتم شايفين، ليه ايه انلت وليه اولاد اوتلت، خلاص ادي الاوتلت بتاعه. حد فاكر اولاد كان في ليجامنت ماسكه من الاسكال تيوبروستي للسكرم، واحده هنا واحده هنا كده، حد فاكر اسمها ايه؟ بين السكرم والتيوبروس، يبقى ايه؟ سكرم تيوبروس. بس عشان نبقى فاهمين اللي هي دي يا اولاد، خلاص كده. وده اولاد التيبو في كوكسكس اهو، شايفين المنظر هنا اهو، بس عشان تبقى انت فاهم، ادي التيبو في كوكسكس ومعايا، وهنا اولاد بصوا ده ايه؟ ها؟ ده هنا فوق طبعا سيمسس بيوبس، والليجامنت اللي بتبقى هنا تحت هنا اولاد اسمها انفيريور بيوبك ليجامنت. انفيريور بيوبك اهي، انفيريور بيوبك ايه ليجامنت، ده التيبو في كوكسكس. وده اولاد حد عارفين الجزء ده اسمه ايه اولاد اللي هو ده اهو؟ اسمه ايه اولاد؟ بيوبك ارش، اللي هو انفيريور بيوبك ريمس مع الاسكال ريمس، كل ده بنسميه بيوبك ارش عشان ما اشرح تكونوا فاهمين. يبقى انتوا قدامكم يا اولاد اللي انا بشاور عليه ده مين؟ البيوبك ارش، خلاص كويس قوي، ده البيوبك ارش. وهنا في ليجامنت تحت السيمفيسس بيوبس بنسميها انفيريور بيوبك ليجامنت، وده مين يا اولاد؟ ده اولاد اللي انا بشاور عليه ده تيب اوف كوكس، خلاص. كان في ليجامنت كده اهي زي صبعي، والليجامنت الناحيه الثانيه بنسميها اولاد اسكو ها تيوبراس ليجامنت اللي هي خلاص. يبقى اولاد الديفينيشن بتاع البرينيم ات از ذا اوتلت اوف ذا بلفس، مخرج البلفس، خلاص دي حاجه. واحد يقول لي طب يا دكتور ما تقول لنا الباوندرز، اقول له حاضر، الباوندرز انتيريورلي انفيريور بيوبك ليجامنت بوستيريورلي التيب اوف كوكسكس، في حاجه صعبه لغايه كده يا اولاد؟ انترولاترالي على كل سايد بيوبك ارش اهو، بوسترولاترالي على كل جنب يا اولاد ساكروتيوبراس ليجامنت. اظن سهل، مين شاطر يقول لي الديفينيشن بتاع؟ انا عايز تطلع مننا فاهمين وحافظين. مين شاطر يقول لي يا اولاد؟ وده بيجي في الامتحان كتير نظري. مين شاطر يقول لي يا اولاد عشان نمشي كده بسرعه؟ قول يا احمد. اتس ذا اوتلت اوف ذا ترو ترو بلفس، اوتلت اوف ذا بلفس. قول لي بقى الباوندريز. كونتور دايموند اند شيب زي ما انت شايف كده اهو. انتيريورلي باي ذا انفيريور انفيريور بيوبيك ليجامنت تحت السيمسس بيوبس، بوستيريورلي كوكسكس، ديب اوف كوكسكس، انترولاترالي بيوبيك ارش، بوسترولاترالي ساكروتيوبراس ليجامنت بعد كل كده. سهله ولا صعبه يا اولاد؟ خلاص كده دي الباوندرز. طب الديفيجن بتاعه، انا برسم ايميجنري لاين من الاسكال تيوبروستي دي للاسكال تيوبروستي الثاني، ادي خط تخيلي انا اللي رسمته، ايميجنري لاين فروم اسكال تيوبروستي رايت للليفت او ليفت للرايت سي ان، قسمته لك لكام مثلث يا اولاد؟ ادي ترانجل مظبوط اهو وترانجل وراه مظبوط. يبقى احنا اولاد عايزين نقوله مع بعضينا ان احنا عندنا اللي هو البرينيم it is divided by an imaginary line from ischial tuberosities او between the ischial tuberosities into two triangles. The two triangles one anterior it is called the urogenital triangle والposterior one هنسميها اولاد anal triangle. يبقى urogenital triangle واللي ورا مين يا اولاد؟ anal triangle. تاني عرفنا الديفينيشن بتاع البرينيم ان هو الاوتلت اوف ذا بلفس، عرفنا الباوندرز بوستيريورلي تيب اوف كوكسكس انتيريورلي انفيريور بيوبك ريجر اون ايتش سايد انترولاترالي بيوبك ارش اون ايتش سايد بوسترولاترالي ساكروتيوبرس. المخرج ده اولاد هروح راسم خط كده، شايفين يا اولاد بقى في مثلث قدام ايديا اهو شايفينه؟ ده يوروجينيتا، والمثلث اللي ورا ايديا بقى مين يا اولاد؟ ايه؟ واحد يقول لي طب ما تقول لي ايه الكونتنس وبعد كده نشرح الكونتنس. اولاد اللي في اليوروجينيتال هنا في عندنا اثنين سبيسز، في سبيسز او باوتش جيب بين الفاشيا فسموه باوتش او ايه سبيس، واحد اسمه سوبرفيشال برينيال باوتش ودي برينيال باوتش. وفي الامتحان لازم هجيب لك يا ده يا ده باوندريز وكونتنس، باوندريز وكونتنس هنشرحها دلوقتي. يبقى انا عندي في تو سبيسز ها تو فاشيال سبيسز superficial برينيال باوتش دي برينيال باوتش. تالت حاجه اولاد الاكسترنال جينيتاليا، رابع حاجه اليوريثرا، قناه مجرى البول، في حاجه تلخبط دي؟ طب اللي ورا دكتور الانال كانال
هتبقى في الوسط على كل جنب من الانا الكنال. اولاد لو تشوف هنا بص اوريك المنظر هنا على كل جنب من الانا الكنال في سبيس اهو شايف انا بدخل فيه الجلد اهو شايفين السبيس ده اولاد شايفين السبيس ده سبيس اسميه ها اسكيو ريكتال فوسا يبقى انا الكنال وعلى كل جنب منها يا اولاد ايه اسكيو ريكتال فوسا اظن سهل. عايز واحد شاطر بعد اذنكم يقول لي معلش انت انا بحب اسال عشان احس ان انتم متابعين معايا وفاهمين الناس. واحد من اللي ورا يقول لي ازاي بقسم البرينيوم الاثنين ترانجلز. اتفضل يا imaginary. انا اتكلم بالعربي عشان انت بقى تتكلم بالانجليزي يا راجل. طيب ها انا imaginary line from a او between مين الاسكيال تو بروستي. خلاص ادتنا تو ترانجلز اللي قدام اسمه ايه بقى يورو جينيتال واللي ورا اسمه يا اولاد ايه. تقول لنا الكونتنت بتاع مين فيهم بقى. اختار لك واحد الانال في انال كانال وعلى كل جنب فيه فصه يا اولاد. الفصة دي اسمها ايه يا اولاد؟ اسكيو ريكتال فصة. اسكيو ريكتال فصة. مين شاطر يقول لي اليورو جينيتال بقى اولاد الكونتنس بتاعتها؟ اتفضل. اكسترنال جينيتاليا. لازق فيها ايه بقى مع اكسترنال جينيتاليا؟ نقولها على طول. اليوريثرا. برافو عليك. في تو سبيس. او باوتشز اللي هم ايه؟ سوبرفيشال برينيال باوتش ودي برينيال باوتش. خلاص كده اولاد سهل. طبعا انتوا خدتوا البلفيك وول قبل كده مش كده؟ خدتوا البلفيك وول والماسلز اللي فيه. خدتوا في الليفيتور اناري في كوكسيجيس وفي ايه يا اولاد؟ اوبتيوريتور انترنس. الاوبتيوريتور انترنس يا اولاد دي انتوا عارفين الاوبتيوريتور فورم من الداخل كان في عندي عضله. بص يعني انا باينها لك من هنا شايفينها يا اولاد؟ شايفينها اهي؟ باينه اهي من جوه. الماسل دي يا اولاد اسمها ايه؟ اوبتيوريتور انترنس. دي على الانر سيرفيس بتاع الاوبتيوريتور فورم. كان في واحده بقى من بره كمان يا اولاد اسمها اوبتيوريتور اكسترنس كنا خدناها في سنه اولى مع الايه ماسكولتينيس اللي بتعمل لاترال روتيشن للصار. يبقى المصل اللي جوه دي يا اولاد ركز معايا اسمها ايه يا اولاد؟ اوبتيوريتور انترنس. ليه انا بقولها؟ علشان الكلام ده هيساعدنا ويفهمنا. عايز بس اجيب لها صوره الاول قبل ما نكمل. الاوبتيوريتور انترنس انت شفناها يا اولاد متغطيه بفاشيا. حد سمع ان هي متغطيه بفاشيا؟ الفاشيا اللي مغطياها اسمها اوبتيوريتور. وبعدين يا جماعه انتوا مخلصين السيمينار من بدري وانا من 9:30 وانا شايفكم. وبعدين انتوا عارفين انا ما بحبش حد يجي متاخر وقاعدين تلفوا من ساعتها ونشاف الناس داخله طالعه وانتوا عارفين اسلوب ما بحبش كده. الكلام ده لو انت جاي من المحاضره من قبل 9 من 9:15 انا شايفكم تحت. اصل انتوا مش عارفين ما تضايقنيش عشان انتوا عارفين طريقتي ما بحبش حد يجي متاخر. ليه اما انتوا مخلصين من 9:15 وتقولي 10:15 ولا 10:10؟ الناس اللي سجادين دي جايه متاخره ليه؟ فندم؟ متاخره. جايه متاخرين ليه الناس اللي جايه متاخره؟ المواجهه. يا فندم؟ المواجهه. انت ما حضرتش الصبح؟ يبقى اولاد الاوبتيوريتور انترنس دي مثل عليها فاشيه مهمه جدا كان بقول. الفاشيه دي يا اولاد اسمها اوبتيوريتور فاشي وبتدي اوريجين من ضمن الاوريجين بتاع الليفيتور اناي اللي هو الوايت لاين. يبقى الاوبتيوريتور فاشيه دي اول حاجه بتدي لي اوريجين للاوبتيوريتور انترنس للليفيتور اناي اسف. تاني حاجه اولاد الفاشيه دي بتنقسم. اما تنقسم يحصل لها سبليتنج تعمل لك تانل تعمل لك نفق. النفق ده بقى مهم اسمه بيدندل كانال. يبقى بسألك اقول لك ايه البيودندال كانال؟ تقول لي يا دكتور سبليتيز افيشال تانل فورمد باي سبليتنج ان انا بشق الاوبتيوريتور فاش اللي عندي اوبتيوريتور فاش هتتشق يبقى عامله لك قناه كده اسمها بيودندال كانال. بيمشي فيها حاجتين مهمين بيودندال نيرف وانترنال بيودندال فيسلز. يعني بالتحديد انترنال بيودندال ارت. شوف انا قلتها ليه؟ تاني بقول الاوبتيوريتور فاشل على الاوبتيوريتور انترنس هتديني اوريجن من ضمن الاوريجن بتاع
بتاع مين يا اولاد زي ما بقول لكم الاوبتيوريتال انترنس هتديني ها بتاع الليفيتور اناي. تاني حاجه بتنقسم جواه وتعمل لي نفق. النفق ده يا اولاد اسمه بيودندال كانال. البيودندال كانال ده يا اولاد بيمشي فيها بيودندال نيرف وانترنال بيودندال فيسز. بيودندال نيرف ده يا دكتور جاي منين؟ واحد اوف ذا تو تيرمينال برانشز اوف ساكرال بلكسس، واخد من اس 2 و3 و4 عشان ده اللي هيديني برانشز هنا. بيمشي جوه القناه بقى يا اولاد وبينقسم في الاخر تو تيرمينال برانشز. واحد اسمه دورسال نيرف اوف ذا بينس، بالنسبه للميل يمشي على الايه؟ على البينس من فوق. وبرينيال نيرف هنشرحهم دلوقتي خلاص. وانترنال بيودندال ارتري ده برانش من الانتيريور ديفيجن اوف انترنال ايلياك وهينقسم بيديني انفيريور ريكتال وبرضه هيديني ديب ارتري اوف ذا بينس وارتري اوف ذا بالب ودورسال ارتري اوف ذا بينس. هيتشرح الكلام ده كله دلوقتي عشان اما اشرح وانا بشرح اقول لك ده ماشي في البيودندال كانال. يبقى انت متخيل مين يقول لي يعني ايه بيودندال كانال وبتحتوي على حاجتين مهمين؟ مين يقول لي يعني ايه بيودندال كانال؟ فاشيال كانال فورم سبليتنج بتاع الاوبتيوريتور فاشيا. موجوده فين يا دكتور نادر؟ على الانر سيرفيس بتاع الاسكال تيوبروستي. طب يا دكتور تبعد عن الاسكال تيوبروستي قد ايه؟ بوصه ونص 1.5 انش. يبقى موجوده على اللاترال سيرفيس ولا على الانر سيرفيس او ميديال سيرفيس؟ ميديال سيرفيس. تبعد قد ايه عن الاسكال تيوبروستي يا اولاد؟ 1.5 انش. ماشي فيها بيودندال نيرف وانترنال بيودندال فيسس. سهله دي؟ تعالوا بقى نبداوا تاني. يبقى احنا لغايه دلوقتي خدنا الديفينيشن بتاع البرينيوم نوع الاوتلت، خدنا الباوندريز انتيريور وبوستيريور وانتور لاترال وجسترو لاترال. بينقسم بخط تخيلي بين الاسكلتي بروستس ليورو جينيتال وان، وعرفنا الكونتنت بتاع كل واحد. يلا نبدا نشرح بقى الكلام بتاعنا. فاول حاجه هنشرحها اولاد اللي هي سوبرفيشال برينيال باوتش. مش دي من ضمن الكونتنت بتاع اولاد اللي هو ها؟ تعالوا بقى نشرحوها. تعالوا بصوا يا اولاد انا عايزك تتخيل معايا هنا ادي يعني الوضع عندي كده عليا انا مظبوط كده وزي ما هو على البلفس كده. فانا عندي يا اولاد لو تفتكروا في سوبرفيشال فاشي هنا، مفيش سوبرفيشال فاتي لير، ما ينفعش يبقى في فات هنا عند الاكسترنال جينيتالي، هترفع الحراره وهتاثر على السبيرمز. فانا عندي سوبرفيشال لير ده بيبقى لوس اريولار تيشو وديب ممبرينس لير. ديب ممبرينس لير، الديب ممبرينس لير دي بيسموها فاشيا معينه، بيسموها ايه يا اولاد؟ حد فاكر؟ كولس فاشيا. واللي هنا اسمها كامبرز فاشيا. يبقى كولس فاشيا. يبقى انا اول لاير يا اولاد تحت انفيرولي هسميها سوبرفيشال، اسف، ميمبرينس لاير اوف سوبرفيشال فاشيا اوف ذا برينيا. ميمبرينس لاير، ركز معايا، اوف سوبرفيشال فاشيا اوف برينيا. فوقيها يا اولاد في ميمبرين، الميمبرين ده يا اولاد بيبقى ماسك في البيبك ارش على كل جنب. خلاص فوقيها. ادي اتنين. تالت حاجه اولاد في بلفيك فاشيا، الفاشيا اللي هي بتاعه البلفس. تلات حاجات. يبقى انا عندي يا اولاد تلات طبقات. مين شاطر يقول لي من الطبقه اللي تحت اللي موست انفيرير او موست انتيرير دي يا اولاد؟ ميمبرينس لاير سوبرفيشال فاشيا وبرينيوم اللي هي ايه؟ كوليس. فوقيها ميمبرين اسمه ايه يا اولاد؟ برينيال ميمبرين. والبرينيال ميمبرين انا بجيبه نظري، اقول لك الاتاتشمنت بتاعه وايه الحاجات اللي بيرسنج ليه مهمه بتيجي في الامتحان. أسئلة البرينيوم معروف، يا سوبرفيشال برينيال باوتش، يا ديب برينيال باوتش، يا البرينيوم. آسف، يا البرينيال ميمبرين. خلاص كده يا أولاد؟ تاني يا أولاد، مين شاطر يقول لي التلاتة بقى اللي فوق بعض بقى؟ أول واحد يا أولاد اسمه ميمبرينس لاير وسوبرفيشال فاشيا بتاعت البرينيوم. تاني واحد ميمبرين ماسك في البيبك أرشز اسمه برينيال ميمبرين. تالت واحد اسمه بلفيك فاشيا. بص يا أولاد بقى، بص يا اولاد، بين اللاير اللي تحت واللي فوقيها هيبقى فيه سبيس، صح؟ وبين الثانيه والثالثه هيبقى فيه سبيس. السبيس اللي تحت ده اولاد السوبرفيشال برينيال باوتش، واللي فوق ده اولاد هنسميه من ايه؟ جديد. تيجي ناخده بقى السوبرفيشال برينيال باوتش نشرحه الايه الباوندريز بتاعته مع بعض. بيتكون من فلور. مين شاطر يقول لي الفلور بتاعه؟ ميمبرينس لاير اوف سوبرفيشال، ميمبرينس لاير اوف سوبرفيشال فاشيا اوف برينيوم. والروف يا اولاد بتاعنا برينيال ميمبرين. صعبه ولا سهله دي؟ خلاص. طب يا دكتور بوستيريولي، اقول له بوستيريولي يمسكوا مع بعض الروف مع الفلور يحصل لهم فيوجن ويتقفلوا. شايفين عاملين ازاي يا اولاد؟ مقفولين اهو. بيمسكوا يا اولاد في فايبرو ماسكولار بودي في الوسط كده في نص البلفز بالظبط هنا اهو.
اسمه برينيال بودي. اسمه يا اولاد برينيال بودي. فايبرو ماسكولار بودي هنشرحه دلوقتي. فايبرو ماسكولار بودي اهو. يبقى اولاد الروف والفلور ورا فيوزد ولا مش فيوزد؟ فيوز. فين يا دكتور؟ ماسكين في البرينيال ايه يا اولاد؟ طب يا دكتور انا عرفت كده ان هو مقفول من ورا. طب من الجناب يا دكتور نادر اقول له الروف مع الفلور هيبقوا فيوزد برضه يا اولاد؟ فيوزد بس ماسكين في البيبك ارش هنا وهنا، يبقوا ماسكين هنا وهنا. يبقى انا عندي جيب اهو، شايفين يا اولاد الجيب؟ ها الجيب ده ليه روف وليه فلور، على كل سايد الروف والفلور متحدين بس ماسكين في البيبك ارش، ومن ورا متحدين فيوز وماسكين في البرينيال ايه؟ طب يا دكتور من قدام اقول له لا مفتوحين اوبن، الروف والفلور مش هيلحموا. ليه يا دكتور؟ هيبقوا كونتينوس مع السبيس اللي تحت الكامبرز فاشي، تحت الممبرينس لير بتاع السوبرفيشال فاشيا بتاع الابدوم، تبقى واصله مع بعضيها. خلاص يا اولاد؟ تاني بص انا جايب الرسم هنا وزاد ركز معايا. طبعا دي اللي هي الديب، انما بقى السوبرفيشال تحت فين؟ ادي البرينيال ممبرين، متفقين يا اولاد؟ ده مين يا اولاد؟ البرينيال ممبرين. وكان المفروض هنا بقى السوبرفيشال لير او اسف السوبرفيشال فاشيا ممبرين. فالسبيس ده من ورا مقفول طبعا على كل جنب لحم، ومن قدام يا اولاد ايه؟ مفتوح وكونتينوس مع السبيس اللي تحت السوبرفيشال فاشيا بتاعت الابدومين. تاني يا اولاد ادي عندي الروف. مين شاطر يقول لي الروف بتاعنا مين يا اولاد اهو؟ ها الناس اللي ورا التنين صعب يا اولاد الكلام ده. انا بقول اهو ده الروف عباره عن برينيال ممبرين، والفلور بتاعي ممبرينس لير اوف سوبرفيشال فاشيا وبرينيال او كوليس فاشيا. طب مين شاطر يقول لي على كل جنب فيوز الروف والفلور ولا لا؟ فيوز. وماسك مع مين؟ مع البيبك ارش. طب من مرة ورا فيوز ولا مش فيوز؟ فيوز. ماسك في الايه؟ برينيال ممبرين. من قدام فيوز؟ لا ده كونتينوس مع السبيس اللي تحت الممبرينس لاير بتاعت سوبرفيشال فاشيا اوف ذا ابدومين. سهله ولا صعبه؟ دي بنجيبها في الامتحان الباوندرز. عايز واحد ناس من الناس اللي ورا يقول لي الباوندرز بتاعت سوبرفيشال برينيال باوتش قبل ما نقول الكونتينس. يلا معناه انتوا مش فاهمين؟ مش فاهمين؟ ردوا عليا. مش فاهمين يا اولاد؟ لا بينطقوا لا فاهمين. مش فاهمين الكلام اللي انا قلته ده؟ انت يا ابن الناس اللي ورا اللي نايمه دي فاهمين ولا مش فاهمين الكلام ده؟ ما هي ايه؟ لا لا مش فاهمين الكلام ده؟ انت اللي بتقول، بقيه البهوات اللي نايمين على نفسهم. انت يا ابني فاهمين ولا مش فاهمين؟ قول يا ابني. انا جايب لك ورقه اهو، بقول لك اهو الورق. الروف عباره عن ايه يا اولاد؟ عليا انا اهو برينيال ممبرين. ده ممبرين يا اولاد واصل بين التو بيوبك ارشز، قافل بينهم كده، ده اسمه برينيال ممبرين. والفلور عباره عن مين يا اولاد؟ ممبرينس لير سوبرفيشال فاشيا وبرينيال. طب على كل جنب يا اولاد فيوز فمقفولين وماسكين في البيبك ارش، ومن ورا يا ابني فيوز وماسكين في البرينيال. يبقى انا عندي ايه يا اولاد؟ زي المحفظه كده. من قدام يا اولاد فيوزد ولا اوبن؟ اوبن. اوبن واصله مع مين؟ مع السبيس اللي عند السوبرفيشال فاشيا بتاع الابدوم تحت الكامبرز فاشيا. سهله كده يا اولاد؟ دي الباوندرز. نمره بقى اتنين الكونتينس بتاعتها، ركز معايا لو سمحت. الكونتينس بص يا اولاد، اللي ورا ده البرينيال ممبرين معايا يا شباب، ده البرينيال مين يا اولاد؟ ممبرين. والسوبرفيشال فاشيا اكن انا مغطيها كده خلاص. فعلى كل جنب اولاد ماسكه في البيبك ارش، ومن ورا فيوز ماسكه في البرينيال بودي. انا شلت اللي هي الممبرينس لير شلتها، يبقى اللي باين عندي يا اولاد الممبرين والكونتينس. فهمتوني يا اولاد؟ يعني انا جسم كده هو ده الممبرينس لير شلته، فبدا يبان عندي البرينيال ممبرين من فوق والكونتينس اللي هنشرحها دلوقتي. ده البرينيال بودي. البرينيال بودي ده اولاد عباره عن فايبرو ماسكولار بودي في نص البلكس بين الانر ترانجل واليوروجينيتال ترانجل. ده بدل ما نشرح دلوقتي ماسك فيه 10 ماسلز. فايدته ايه يا دكتور؟ انتجريتي للبلفس. بيعمل ثبات ليه؟ ماسك فيه عضلات. يبقى انتجريتي سبورت او انتجريتي للبلفس. خلاص يا اولاد؟ طيب اظن كده واضحه. بص يا اولاد على كل جنب ماسكه فين في البيبك ارش؟ سهله؟ من ورا فيوز للروف مع الفلور، من قدام فيوز ولا مش فيوز؟ لا ده كونتينوس مع السبيس اللي بتاعها.
تعال ناخد الكونتنس نمره واحد هنتكلم في الميل عشان ساعات في الامتحان اجي اقول لك قول لي في الميل او في الفيميل. نمره واحد يا اولاد انتوا خدتوا تركيب البينس مش كده؟ في كوربس كافرنوزم وكوربس سبونجيوزم. كوربس سبونجيوزم الكبير احنا قاطعين يعني هنا كان كده البينس احنا قاطعين ده السبونجيوزم والتاني يا اولاد ايه؟ كافرنوزم. تعال بقى نشرح الكونتنس اوف سوبرفيشال برينين باوتش في الميل في الميل في الميل. اول حاجه تقول لي الروت اوف ذا بينس. البينس ليه روت الفيكسد والفري بارت خلاص هناخد الروت. فواحد يقول لي يا دكتور ايه ايه بتاع المنتفخه دي؟ اقول له دي اسمها بلب اوف ذا بينس. اسمها ايه يا اولاد؟ يبقى اول كونتنت بالروت بلب اوف ذا بينس. عرف لي يا دكتور البال اتيز ذا بروكسيمال طبعا القريب من الجسم بروكسيمال اللي بعيد يبقى مين يا اولاد اتيز ذا بروكسيمال اكسباندد بارت اوف كوربس سبونجيوزم الجزء الخلفي القريب من الجسم المتمدد المنتفخ من ايه يا اولاد من السبونجيوزم عرفت يا اولاد كوربس سبونجيوزم جايه منين جايه من البال يعني لو رجعت كده اولاد يبقى كده الفينس كده يبقى ده تكمله الكوربس سبونجيوزم يبقى لو شرحتها لي تقول لي expanded proximal part of corpus spongiosum دي نمرة واحد. نمرة اثنين it is covered by two muscles النص اليمين ده عليه muscle ونص الشمال عليه muscle لازم تعرفوا اسم المسل وبنجيبها في الامتحان شايفين يا اولاد ادي اهو البينس اهو واخدين بالنا يا اولاد عليه muscle زي نص ونص انا بشاور عليه اسمها من البلب بلبو سبونجيوزس على البلب وعلى الكوربس سبونجيوزم اسمها بلبو سبونجيوزم بجيبها في الامتحان يبقى اول دي حاجه عملي بجيبها في الامتحان اللي جاي على الكوربس سبونجيوزم بسميها بلبو سبونجيوزم وانا اعرفها ونعرف الاكشن ونعرف النيرف سبلاي بتاعها كمان اسمها بلبو سبونجيوزس النمره اللي بعد كده اتس بيرسد باي يوريثرا هيمشي فيها قناه مجرى البول اليوريثرا لو ماشيه في الوسط كده اولاد زي ما احنا هوريكم دلوقتي يخترقها على كل جنب ارتري اسمه ارتري اوف ذا بالب الكلام ده مهم هقول لك ايه اللي ماشي جوه البتاع دي تاني يا اولاد البالب عباره عن البروكسيمال اكسباندد بارت اوف ذا سبونجيوز خلاص كده يا اولاد اللي ورا تاني حاجه متغطيه بعضله مين فاكر اسمها يا اولاد بالب سبونجيوز مخترقها اليوريثرا ومخترقها ارتري على كل جنب من اليوريثرا واحد يمين واحد شمال اسمه ارتري اوف ذا بال ادي المحتويات بتاعه البال سهله ولا صعبه سهل عايز حد من الناس الشاطرين يقول لي ايه هو البالب وايه المحتويات بتاعته بسرعه انا عايز كل يشارك يا اولاد ما تغلطوا احنا هنا بنحاسب على درجات ها قول يا ابني بروكسيمال بال بس ناس تقول اكسباندد منتفخ شويه برافو عليك ايه اللي مخترقها بقى على وسالك الامتحان هتقول لي اليوريثرا وارتري اوف ذا بالب على كل جنب ومتغطيه بمصل اسمها يا اولاد بالبوس بوجيوس عضلتين اهو العينه مفيش غير اهو اي واحده منهم اقول تقول لي بالبوس بوجيوس هقول لك يا الاكشن يا الايه نيرف سبلاي خليها دلوقتي هنقول سهله ولا صعبه سهل تاني كونتنت في الروت يا اولاد بقى تكمله الكوربس كافرنوس اسمها كراس اوف ذا بينس يبقى ده البالب وده مين اولاد كراس اتنين كراس واحد يمين واحد شمال كل كراس ماسك ادهرنج ماسك في البيبك ارش في خلاف على كده متغطي بعضله اسمها اسكيو كافرنوزس اسكيو كافرنوزس مش ده الكوربس كافرنوزم يبقى اسمها يا اولاد اسكيو كافرنوزس مين اللي مخترقها يا دكتور نادر بيمشي جواها ارتري اسمه ديب ارتري اوف ذا فينس ديب ارتري اوف ذا فينس يبقى مين شاطر يقول لي يا اولاد مين اللي ماسكه في البيبك ارش دي ده جزء من الروت بتاع الفينس اسمه ايه يا اولاد ها كراس اوف ذا فينس متغطي بعضله اسمها اسكيو كافرنوزس وبيخترقها ارتري اسمه يا اولاد ديب ارتري اوف ذا فينس سهله ولا صعبه ادي الروت خلاص كده يا اولاد ده اول كونتنت يبقى الروت اوف ذا فينس عباره عن البالب يا دكتور مع اثنين كراس والبالب ده نصين وكل نص عليه عضله اسمها بالب سبونجيوزس معايا يا اولاد طيب بعد كده نمره اتنين في المحتويات يا اولاد المسلز عندي ثلاثه مسلز ركزوا معايا اول واحده بالب سبونجيوزس اللي انا لسه شارحها تطلع اولاد من البرينيال بودي
وتعمل انسيرشن في الدورسم بتاع الايه اولاد الفالف ده بتاع الكوربس سبونجيوز. طب يا دكتور كل النيرف سبلاي بتاع العضلات اللي هشرحها في البرينيم دلوقتي في السوبرفيشال والديب باوتش، تقول لي كلمه واحده عشان ما تنسوش. كل الماسلز اللي في السوبرفيشال برينيال باوتش والديب برينيال باوتش نفس النيرف سبلاي. ده برانش اولاد من البيودندال نيرف اللي هو في البيودندال كانال بتاع الاوبتريتور فاشيا ده. اسمه برينيال برانش اوف بيودندال نيرف، وده بيجي في الامتحان. اي عضله من دول لازم اجيبها لك اقول لك نيرف سبلاي. يبقى اي عضله اذكرها لك هنا في البرينيم في السوبرفيشال او الديب هتقول لي يا اولاد النيرف سبلاي، هقوله تاني. برينيال برانش اوف ايه؟ بيودندال نيرف. برينيال برانش اوف بيودندال نيرف. برينيال برانش اوف بيودندال نيرف وهو جوه البيودندال كانال اللي هي سبليتنج في الايه؟ في الاوبتريتور فاشيا. سهله ولا صعب؟ واحد يقول له يا دكتور طب حلو قوي العضله دي، ايه فايدتها يا دكتور؟ خلاص؟ لا، بتاعت البلب سبونجيوزس اولاد كونتراكشن بتاعها تو اكسبيل عشان يطرد اللاست دروبس اخر نقط في اليورين بتاعنا البول اثناء المكتيوريشن او السيمن اثناء الاجاكيوليشن اثناء القذف، لازم يطرد اخر نقط عايزه تنزل فتروح ضغط كامل يروح ينزلها. مهمه وبنسالكم فيه يا هجيب لك في الامتحان البلب سبونجيوزس او الاسكوكافرنوزس او السوبرفيشال لما هنشرحها دلوقتي، وهسالك يا النيرف سبلاي. مين شاطر يقول لي النيرف سبلاي بتاع اي عضله من اللي انا هقولهم؟ تعرفوها زي اسمك انا، انت عارفين طريقتها، عايزكم تبقوا فاهمين عشان عايز حد يغلط. مين يقول لي الاكشن بتاع المعضله دي يا اولاد؟ ده بتضغط على اليوريثرا، بتضغط على اليوريثرا اكسبيل اللاست دروبس اخر نقط عندنا اثناء الواحد بيتبول، انا اسف يعني، او اثناء الايجاكيوليشن للستيم. سهله؟ واحد يقول له يا دكتور طب ما تقول لنا بقى الاسكو كافرنوزس. اقول له اللي مغطيه الكراس طالعه من البيبك ارش اولاد وماسكه في الدورسم بتاع الكراس. النيرف سبلاي، مين شاطر يقول لي النيرف سبلاي؟ برينيال برانش بيودندال نيرف. الاكشن اولاد الكونتراكشن بتاعها اولاد هيضغط طبعا على البلاد ساينسوز اللي هنا فمنتين الاريكشن، يحافظ على الاريكشن الانتصاب. اظن سهل. ثالث عضلة أولاد بصوا كده طلعة، ركز معايا، والتلاتة دول اللي بيبانوا طلعة من الاسكالتيبروستي ورايحة ماسكة في البرينيال بودي، واحدة يمين واحدة شمال، اسمها سوبرفيشيال ترانسفيرسس عشان بالعرض برينيال ماسك، سوبرفيشيال سطحية ترانسفيرسس بالعرض برينيال في البرينيال ماسك. مين يقول لي النيرف سبلاي بتاعها؟ الاكشن بتاعها دكتور عشان دي ماسك ماسل فيها كتيره، فيكسيشن للبرينيال بودي اثناء الكونتراكشن بتاع الماسل الثانيه، يبقى فيكسيشن للبرينيال بودي ديورينج الاكشن اوف اذر ماسل. محتوى اولاد ولازم هيجي لكم في الامتحان، يا السوبرفيشال يا الديب يا البرينيال ميمبرين. اول حاجه اولاد الروت اوف ذا فينس اللي هو البالب واثنين كراس، صح؟ نمرة اثنين ثلاثة ماسلز، ايه الثلاثة ماسلز اللي عندي يا اولاد؟ سوبرفيشي او ترانسفير سوبرفيشال ترانسفيرسس برينيال بالبو سبونجيوزس واسكيو كابرنوس، والثلاثة النيرف سبلاي برينيال برانش وبيدين ده النيرف. سهلة ولا صعبة يا اولاد؟ واحد يقول لي طب في ايه تاني يا دكتور؟ اقول له اولاد اليوريسترا اللي هنا دي، مش احنا في قلنا في اليوريسترا اللي هي في الفري بارت دي، واخدين بالنا اولاد اسمها بالبو يوريسترال، اليوريسترا اللي اسمها بالبر يوريسترا او بناين يوريسترا، بيسموها بالبر او بناين. خلاص يا اولاد هتلاقي في جلاند هنشرحها في البرينيال باوتش اسمها بالبو يوريسترا الجلاند دي في الرجال، ايوه بالبو يوريسترا الجلاند دي طالعه بالضغط، الضغط هتفتح فين يا اولاد؟ تفتح في السوبرفيش، تفتح في اليوريسترا، في البناين يوريسترا، في البالبر يوريسترا. يبقى اولاد ثالث كونتنت ده في الرجاله ducts of bulb urethral gland. يبقى لغايه دلوقتي خدنا الروت اوف ذا فينس البالب والكروره، نمره اثنين خدنا المسلز، نمره ثلاثه خدنا الدكتس بتاعت البالب يوريثرال جلاند، صح يا اولاد؟ بعد كده بقى اولاد واحد يقول له دكتور ده كده تمام، ايه بقى دكتور في هنا تاني؟ اقول له في هنا اولاد نيرفز وفينز وارترز، تحفظوهم زي اسمهم. النيرفز اولاد تو نيرفز، نيرف بيمشي على الدورسم بتاع الفينس عشان يغذي السكين بتاع الفينس اسمه دورسال نيرف اوف فينس، اظن سهل. وده برانش اولاد من البيودندل، من البيودندل نيرف في البيودندل كمان دورسال نيرف اوف ذا فينس. خلاص كده البرانش الثاني اولاد برانش هيروح يغذي السكروتم، كيس الخصيه كيس الصفر، اسمه سكروتال نيرفز او برانشز برضه طالع من البيودندل.
يبقى تو نيرفز احفظوهم معايا دورسال نيرف اوف ذا بينس وسكروت. خلاص كده من نيرفز تو نيرفز. طب واحد يقول لي ما تقول لنا بقى الارترز يا دكتور، اقول له حاضر. كلهم برانشز من الانترنال بيودينال، احفظوهم زي اسمه برانشز من الانترنال بيودينال. اعد معايا اول برانش يا اولاد من الانترنال، يعني انت هتذكر الانترنال بيودينال ده واحد. واحد هيغسل السكروت اما اسميها اولاد سكروت، واحد ماشي في البالب ارتري اوف ذا بالب، واحد ماشي في الكراس ديب ارتري اوف ذا فينس، واحد ماشي على الدورسال بتاع الفينس دورسال ارتري اوف فينس. ثاني الارتري الاساسي يا اولاد انترنال بيودينال اللي ماشي في البيودينال كانال معايا يا اولاد. بالب برانش منهم هيغذي السكروت اما اسميها اولاد سكروت، برانش هيغذي البالب ارتري اوف ذا بالب، برانش هيمشي جوه الكراس ديب ارت، برانش على الدورسال اوف فينس دورسال ارت. طب الفينز يا دكتور ركز بقى معايا من فضلك، ودي بتسالوا فيها وفيها تك. الدورسال اوف ذا فينس ماشي عليه تو فينز، واحد سوبرفيشال فوق الفاشيا، فوق الفاشيا فينس اسمه سوبرفيشال دورسال فين اوف ذا فينس، واحد ماشي تحت الفاشيا ديب دورسال فين اوف ذا فينس. تاني في تو فينز سوبرفيشال دورسال فين اوف ذا فينس وديب دورسال فين اوف ذا فينس، ايه اللي فاصل بينهم؟ الفاشيا فينس الممبرينس لير. عارف بسألك في ايه بقى؟ كل واحد بينتهي في ايه؟ سوبرفيشال دورسال فين اوف ذا فينس وديب دورسال فين اوف ذا فينس. ركز معايا، السوبرفيشال دورسال فين اوف ذا فينس هينتهي في فين يا اولاد؟ اسمه سوبرفيشال اكسترنال بيودندل، اللي كان تبع الفيمورال فين بيخشوا هنا سوبرفيشال اكسترنال بيودندل. امال يا دكتور يا الديب بينتهي فين بقى؟ بينتهي في البروستاتيك فينس بلكسس، فينس بلكسس حوالين البروستيت، وده بسالكم فيها في الامتحان بروستاتيك فينس بلكسس. يبقى مين شاطر يقول لي السوبرفيشال دورسال فين هينتهي فين؟ واحد يرفع ايده ويقول لي، ومين هيقول لي الديب دورسال فين اوف ذا فينس بينتهي فين؟ مين هيقول لي يا اولاد السوبرفيشال؟ ها ها سوبرفيشال اكسترنال بيودينال. طب مين يقول لنا الديب يا اولاد؟ ها بروستاتيك فينس بلكسس، برافو عليك بروستاتيك فينس بلكسس. ادي خلصنا يا اولاد من الكونتنس في الميه. تاني الكونتنس عدوا معايا يا اولاد، نمره واحد الروت اوف ذا فينس مش كده؟ البالب والاثنين كروره. نمره اثنين ماسلز بالب وسبونجيوزا اسكو كافرنوزا سوبرفيشال ترانسفيرس سبرينيا. نمره ثلاثه الدكتس بتاعت البالب يوريسترال جلاند. نمرة أربعة نيرفز دورسال نيرف والسكروتال، عايز تحفظوا الكلام ده. نمرة خمسة الأرتريس انترنال بيودين الفرش بتاع أرتري أوف ذا بالب ديب أرتري دورسال الفينز، في أنا عندي ديب دورسال فينو فينس وده بينتهي في البروستاتيك فينس بلكسس. للعلم كان في واحد اسمه سوبرفيشال وينتهي في السوبرفيشال اكسترنال بيودين. واحد يقول لي يا دكتور طب أمال الكونتنسي في الفيميل؟ سهل قوي، نفس الكلام اللي احنا قلنا هنغير حاجات معينة. ركزوا معايا يا أولاد ده مش هياخد مننا وقت أهي. هنا بقى اولاد طبعا انتوا عارفين الايميل عندها بدل السكروتوم في اتنين لابيا مفتوحين، فما ينفعش يجي اتنين ايه بالبس بيجوزس يمسكوا في بعض. فانا عندي هنا اولاد بص في اتنين بالب اهو في الرجاله لاحمين سوا. هنا اولاد هيبقى في عندي بالب وبسميه طبعا اولاد عشان السبيس اللي بينهم ده اللي فيه الفاجينا واليوريسرا بسموه الفيستيبيول، فبسموها بالب اوف ذا فيستيبيول. يبقى الثانيه اسمها بالب اوف ذا بينس، ده اسمها بالب اوف ايه اولاد؟ فيستيبيول. ويطلعوا يتقابلوا فوق كده اهوت يا اولاد عشان يبدا هنا يطلع لك كلايتورس اللي هو البزر ده. هنا كراس هيقول لي كراس اوف ذا فينس ولا كراس اوف كلايتورس؟ كراس اوف كلايتورس. يبقى كراس وكراس وبالب وبالب، بس نغير الاسم بدل ايه يا اولاد؟ بالب اوف ذا فينس يبقى بالب اوف فيستيبيول، وكراس اوف ذا فينس كراس اوف كلايتورس. خلاص؟ نفس المصل زي هي دي عليها اولاد اسكيو كافرنوزس، ودي عليها ايه يا اولاد؟ بالب اوف فيستيبيول. المصل نفس الثلاثه بالبوس ونجيوزس اسكو كافرنوزس سوبرفيش، نفس الكلام. طب يا دكتور نادر بقى كده تمام قوي. طب يا دكتور النيرفز هنغير الاسم، انا عندي دورسال نيرف اوف ذا فينس، المسيل اللي بينس ايه يا اولاد؟ كلايتورس، يبقى دورسال نيرف اوف كلايتورس. طب السكروتال يا اولاد اسميه ايه؟ يبقى بدلها لابيال، لابيال اللي الشفر، يبقى لابيال نيرف. يا اولاد بدل كلمه بينس حط كلايتورس، بدل سكروتال حط يا اولاد لابيال. خلاص كده الارتريز انترنال بيودينال ارتري، ارتري اوف ذا بالب زي ما هو ديب ارتري اوف ذا فينس، يبقى ديب ارتري اوف ايه يا اولاد؟ كلايتورس.
نفس الكلام دورسال ارتري اوف ذا فينس دورسال ارتري اوف كلايتورس مفيش جديد يا بالاخر الحاجات اللي احنا شرحناها نشيل كلمه يا اولاد فينس ونحط كلايتورس نشيل سكروتوم ونحط ايه لابين طب واحد يقول لنا دكتور طب والفينس دي دورسال فين اوف كلايتورس هينتهي فين سوبر فيشر اكستندر بيدن ده لا شوف ده ما عندهاش بروستيت ينتهي في الفازايكال فينس بلكسس بلكسس حوالين المثانه البوليه الرينر عشان لو سالنا يبقى فازايكال فينس بلكسس خلصنا اولاد من الحكايه دي انا عايز بس واحد يقول الاسامي عايز واحد شاطر كده بسرعه عشان ما ننتوش من بعضينا اول كونتين سوبرفيشال برينيال باوتش اللي هو محصول بين البرينيال ممبرين والممبرينس لير بتاع السوبرفيشال فاشا بتاع البرينيال صح مقفول من الجناب ومن الخلف ومفتوح من الامام ليه محتويات في الرجاله وفي الستات عايز واحد شاطر يقول لي جاست نيمز في الميل مين هيقول لي يا اولاد في الميل الناس اللي ورا تشارك معانا يا اولاد صعب الكلام ده قول يا ابني اول حاجه في الميل روت اوف ذا بينس عباره عن ايه الروت بقى حاجتين اتنين كراس يبقى كروره واحد بال ماشي نمرة اثنين ثلاثة بقول لي اساميهم حوالين البال حوالين الكراس برافو عليك والثلاثة واخدين من البرينيال برانش وفي ايه اولاد بيدين ده وقفنا الاكشن بتاع كل واحد اللي بيطرد اخر نقط واللي بيعمل بيساعد على الاريكشن واللي بيثبت البرينيال بول صح اولاد برافو عليك ثلاثة ضغط بتاعت انهي جلاند اولاد بالب يوريثرا اربعة الارتريز مين قول لنا احمد اسامي الارتريز ده الاساس ايه البرانشز بقى واحد بص انا هقول لك واحد داخل البالب يبقى اسمه ايه ارتري في البالب واحد داخل الكراس دي ارتري واحد على الدورسال بتاع الفينس دورسال قسم كده عشان نتخيلهم واحد في البالب واحد في الكراس واحد على الفينس الفينز يا اولاد دي دورسال فينو فينس هينتهي فين مين شاطر يقول لي بروستاتيك فينس ومر السوبرفيشال فين سوبرفيشال اكسترنال في الستات بقى اولاد مين يقول لي اسامي جاست اسامي بتاعت الفيمينز هي نفس الكلام بس غير الاسامي عايز واحد شاطر يبقى متخيل معايا قول يعني اول شيء بابو فيستيبيول الروت بقى بتاع الكورس هنا ايه البابو فيستيبيول بابو فيستيبيول وكراس اوف ايه كلايتور الماسلز المصلز هم في نفسهم اللي هو سوبرفيشال كابرنوزا سوبرفيشال ترانسفيرسس برينيل النيرفز بيودندل لا النيرفز ده هم برانشز بالبيودندل دورسال نيرف اوف كلايتورس اللي قصاده دورسال نيرف اوف فينس وسكرولا اللي انا اسمها ايه ليبيا والارتريز يا اولاد ارتري اوف زابال هو هو والديب ارتري اوف زابينس يبقى ديب ارتري اوف ايه يا اولاد كلايتورس خلاص والدورسال ارتري اوف كلايتورس الفينس ديب دورسال فين اوف كلايتورس هينتهي فين ديب دورسال فين اوف كلايتورس بروستاتيك يا اولاد فازايكال فينس من حوالين الرينري اخلصنا من سوبرفيشال برينيال باوتش برضه نفس الحكايه انت عندك هنا ما بيحصل انت الكلايتورس ده بيمثل فينس بيحصل فيه ايريكشن انت الايريكشن نفس الكلام وبرضه هي بتتبول بيضغط من اكسبيل بلاست دروب بتاعت اليورين والثانيه برضه هتثبت البرينيال باوتش نفس الكلام تيجي ناخد الديب برينيال باوتش عايز واحد شاطر يا اولاد بصوا دي اللي احنا قلناها هنمسك بقى بص دي السبيس هشيلها خلاص يا اولاد ودي برضو الاثنين ماسكين في الفيبوك ارش نفس الحكايه مين شاطر يقول لي بقى الباوندرز عايز حد من انا مش هقول انتوا اللي هتقولوا انا عايز حد يقول لي الباوندرز بتاعه الديب برينيال باوتش الفلور بايه والروف بايه الفلور بايه يعني برينيال باوتش برينيال ميمبرين صح اللي هو كان روف للسوبرفيشال اهي سفلور والروف بمين يا اولاد بالبيلفيك بص بقى بوستيريورلي فيوجن على كل جنب فيوجن مع البيبك ارش ومن قدام فيوجن يبقى دي كلوزد سبيس بس انا سهله خالص هقول الباوندرز مين شاطر يقول لي الباوندرز مين يقول لي الروف والفلور يلا اولاد شاركوا معايا كده قول ممبرين من تحت الفلور والروف بالفتراش طب اولاد واحد يقول لي بوستيرلي وانتيرلي كلوزد ولا مش كلوزد فيوز وعلى كل جنب فيوزد ماسكين اولاد في سهله كده يبقى احنا عايزين نعرف بقى الكونتنتس بتاعتنا ادي تاني سبيس بقت العمليه سهله يا اولاد هنتكلم على الميل الاول ركزوا معايا على الميل يوريثرا موجوده انهي يوريثرا يا دكتور ممبرينس اه
اليوريثرا عندنا ولاد ثلاث اجزاء، جزء في البروستاتا يسموه ممبرينا، جزء اللي هو في الديب برينال باوتش يسموه ممبرينس، وجزء اللي ماشي في البالب بينايل او بالبا. خلاص، فهنا اولاد تقول لي نمره واحد ممبرينس يوريثرا، طولها يا دكتور نادر ما تنسوش نص بوصه، طولها قد ايه يا اولاد؟ نص بوصه. دي اولاد بقى عشان تطلع وتكمل، انا عندي ده اولاد البرينال ممبرين، خلاص ده البرينال ممبرين وده هنا. فهي هنا ركز معايا عشان دي هتساعدنا في اللي جاي. دلوقتي الممبرينس يوريثرا عشان تطلع وتروح تطلع السوبرفيشال هتخرج مين اولاد؟ برينال ممبرين. يبقى اول حاجه خرمت البرينال ممبرين، انا بجمع، يبقى مين اولاد؟ الممبرينس يوريثرا. دي اول حاجه عشان تكمل اسبينايل او بالبر يوريثرا. ادي واحده دي اول كونتنت. يبقى اول كونتنت ايه؟ دي. تاني حاجه اولاد على كل جنب من اليوريثرا دي في جلاند، كوبر جلاند او بالب يوريثرا جلاند. ادي اثنين، يبقى نمره واحد ممبرينس يوريثرا، نمرة اتنين كوبر جلاند او بالب يوريثرا، نمرة تلاتة اولاد العضلة ده ايه؟ طالعة من الاسكيال تيوبروستي ورايحة البرينيال بول. احنا خدنا السوبرفيشال، يبقى في ايه؟ دي ترانسفيرسس برينيال ماسل ونيرف سبلاي برينيال برانش وبيودندا وفيكسيشن للبرينيال بودي اثناء الكونتراكشن بتاع الازر ماسل. يبقى كام كونتنت لغاية دلوقتي؟ عدوا معايا، ممبرينس يوريثرا وبالب يوريثرا، ممبرينس يوريثرا والجلاند، ادي اثنين، وثالث حاجه اولاد المصل اللي هي اولاد ها ديب ترانسفيرسس فرنيه المصل. الناس اللي ورا واضح الكلام ده؟ نعم. احنا مش قلنا البالب يوريثرا موجوده تحت السوبرفيشال؟ لا لا موجوده. انا قلت الضغط، فاكر قلت لك بتخترق عشان تيجي تفتح في البالب؟ انا قلت كده، انا قلت موجوده اولاد، انا قلت لك تخترق الضغط بتاعك، انا قلت لك موجوده في الديب. لو تاخد بالك كلام احمد قلت اللي هي في الديب والضغط بتاعتها هي اللي تخترق وتفتح في البالبر او البينايل يوريثرا. خلاص كده يا اولاد؟ يبقى اول حاجه الممبرينس يوريثرا، نمره اثنين الجلانس البالب يوريثرا الاكوبرس، نمره ثلاثه اولاد ديب ترانسفيرسس برينيال ماسل. واحد يقول لي طب والنيرفس يا دكتور؟ اقول له الدورسال نيرف اوف ذا بينس هيخترق علشان يروح فين يا اولاد؟ يمشي ايه؟ في السوبرفيشال ويروح الدورسال سيرفيس بتاع البينس. الارترز الانترنال بيودندل اهو، ومنه الارتر اوف ذا بالب يا اولاد هيخترق الممبرين عشان يروح البالب. واخدين بالنا يا اولاد؟ والارتري اللي هيروح الدورسوم اوف ذا بينس يخترق برضه الممبرين عشان يروح الدورسوم اوف ذا بينس. تعالى نعدهم تاني، نمرة واحد اليوريثرا، نمرة اتنين الجلانس، نمرة تلاتة ديب ترانسفيرسس برينيال، نمرة اربعة دورسال نيرف اوف ذا بينس، نمرة خمسة انترنال بيودندال ارتري وارتري اوف ذا بالب ودورسال ارتري اوف ذا بينس. ولسه حاجة اخر حاجة في المين، في اولاد ماسل حوالين اليوريثرا، اسفنكتر يوريثري ماسل، ودي فولانتري ودي بتعمل اسفنكتر تتحكم في قناة في ايه؟ في التبول بتاعك. يبقى ماسل اسمها اسفنكتر يوريثري، ودي جزئين اولاد، الجزء الديب بتاعها السيركولار ده والجزء السوبرفيشال ماسك بالبرينيال بودي لغاية فوق. يبقى جزئين سوبرفيشال خلاص. مين شاطر يقول لي النيرف سبلاي بتاعها؟ دي برينيال برانش، ودي كنترول فولانتري سفنكتر للايه يا اولاد؟ من اليوريثرا، من اليوريثرا سيروس. سهل ولا صعب؟ عايز واحد من اللي ورا يقول لي اسامي بس الديب برينيال باوتش الكونتنتس اساميهم. مين هيقول لي الاسامي؟ ايوه ممبرينس يوريثرا والضغط بتوع، لا مش الضغط، الجلاند ذات نفسيه. الضغط يا اولاد فين؟ في السوبرفيشال، وبالمره المصل اللي حواليهم سفنكتر يوريثري. يبقى ثلاث حاجات ماسكين مع بعض، ها، والدورسال ارتري اوف ذا بينس والنيرف دورسال نيرف يا اولاد اوف ذا بينس. مش كده يا اولاد؟ عارف بقى الفيميل تزود ايه يا اولاد؟ طبعا الارتري بدل كلمه لو في بينس يبقى مين يا اولاد؟ كلايتورس. بس وازود معاهم حاجه، الفاجينا تخترق، يبقى الفاجينا هتخترق الممبرين عشان تطلع بره. صح يا اولاد؟ اظن كده سهله خالص. تعال نراجع الكلام ده مع بعضينا كده. انا عندي يا اولاد البيبك ارش ده كان فيه ممبرين من بره، او الواحد تحت اللي هو الممبرينس لير بتاع السوبرفيشال فاشيا، ثم البرينيال ممبرين، ثم البلفيك فاشيا. بين البلفيك فاشيا والبرينيال ممبرين ده الدي، وبين البرينيال ممبرين والممبرينس لير السوبرفيشال، وكل واحد عليها كونتنس لازم تتحفظ. اظن بقت سهله كده. خلاص كده يا اولاد؟ واحد يقول لي يا دكتور ده كده تمام قوي، طب ما انت عارف تقول برينيال ممبرين حاجات خرمته. اه ده بيجي في الامتحان لوحده وبيجي سؤال. ده البرينيال ممبرين،
اللي هو كان قدامه او تحتيه يا اولاد السوبرفيشال بتاع السوبرفيشال فاشيا ووراه البلفيك فاشيا عشان يعمل لي سوبرفيشال ودي بيفصلهم عن بعض. تعال نعرف البرينيال ممبرين ده ممكن اقول لك شورت اكاونت ممكن اقول لك ام سي كيو. ركز معايا بقى. البرينيال ممبرين يا اولاد اتيز ا سترونج ترانجولار ممبرين مثلث وقوي ماسك فينا اولاد على كل جنب ها بيوك ارش وماسك ورا فينا اولاد البرينيال خلاص كده اتيز ا سترونج ممبرينس ممبرين اتاتشد من ايتش سايد للبيوك ارش وانفيرولي ماسك في البرينيال بودي. طب وقدام يا دكتور ركز معايا بقى قدام يا اولاد بيبقى سيكند ما بيوصلش للسيمسس بيوبس بيبقى سيكند ركز بقى من التكه دي بيبقى سيكند ويعمل لي ليجامنت هنا اسمها ترانسفيرس برينيال ليجامنت. طب بص يا اولاد عمل بينها وبين السيمسس بيوبس او الانفيرو بيوبس ليجامنت مش في سبيس اهي عارفين الاوبننج ده حد فيه مين يا اولاد ركز بقى بسالك الامتحان ديب ها ديب دورسال فينو فينس اللي هيمشي عشان ينتهي في البروستاتيك فينوس بلكسس. ثاني البرينيال ممبرين يا اولاد ورا ماسك في البرينيال ممبرين البرينيال ممبرين اس ماسك البرينيال بودي وقدام واصل للسيمسس بيوبس ولا مفصول بسبيس بجانب مين اللي ماشي في الجاب دي يا اولاد ترانسفيرس برينيال دي دورسال فينو فينس ويمشي فين يا اولاد دوت بينتهي فين في البروستاتيك فينوس بلكسس. والبنات يا اولاد هيبقى اسمه ايه ديب دورسال فينو كلايتوريس وينتهي في الاكسترنال فينوس بلكسس. عرفنا اتاتشمنت اللي بيخترقوا عدوا معايا نمره واحد ممبرينس يوريسترا صح ولا غلط؟ صح. نمره اثنين الضغط بتاعت الجلاند الكوبرس صح ولا غلط؟ ادي اثنين. في البنات زود لهم مين يا اولاد؟ الفاجينا ادي ثلاثه. اربعه الدورسال نيرف اوف فينوس خمسه الانترنال فيودندم والارتري اوف ذا بالب اهو والدورسال ارتري اوف ذا فينوس وادي الدورسال نيرف ادي الايه المحتويات اللي بتختبر ده بيجي سؤال لوحدي انا مش هختارها. شورت اكاونت هيجيب لك سوبرفيشال برينيال باوتش يا دي برينيال باوتش يا برينيال ممبرين هو ده اللي عندي وليش كنت الفصله من الشرح دلوقتي. تاني يا اولاد الرسمه قدامكم اهو عايز واحد شاطر يقول لي مين الستراكشرز بيرسينج برينيال ممبرين ممكن اجيبها ام سي كيو اقول لك اول دي ستراكشر بيرسس برينيال ممبرين اكسبت مش كده و مش كل ده احنا قلناه اولاد بس صعب الكلام ده. طيب يبقى احنا اولاد تاني كده احنا قلنا بس احنا خدنا الديفينيشن بتاع البرينيم الاوتلت وعرفنا الايه الباوندرز يبقى دي بتيجي في الامتحان باوندرز. نمره اثنين خدنا تقسيمته يوروجينيتال وانال وشرحنا الايه اليوروجينيتال سوبرفيشال برينيال باوتش باوندرز وكونتينس والديب برينيال باوتش باوندرز وكونتين خلاص كده يا اولاد. بعد كده خدنا البرينيال ممبرين اللي فاصل التو باوتشز وقلنا اتاتشمنت وايه يا اولاد الاستراكشر سيرشنج طبعا اكسترنال جينيتاليا انتوا خدتوا الكلام بتاع البينس والكورفس كارنوزم الكلام ده كله ماشي. وفي تكتين مهمين سوبر ديب دورسال سوبرفيشال دورسال فينو بينس وديب اسف وديب دورسال فينو بينس وكل واحد بينتهي فين دي بتسالوا فيه خلاص. بعد كده اولاد خلاص خدنا بتاع اليوريسترا اتكلمنا عليها انها ثلاث اجزاء واتكلمنا عن المبرينس واتكلمنا عن البلبر مش كده اولاد. والجينيتاليا تفتح احنا في الفيميليا اولاد الايه الفاجين مش كده. تيجي ناخده نتكلموا على الايه انال تراينجل بقى سهل جدا الانال تراينجل. في حد عايز يسالني حاجه في اللي فات ده اولاد في حاجه مش واضحه؟ ايوه الفاجين دكتور ما يجي في السوبرفيشال ابدا يجي من تحت لا بالنسبه ايه للسوبرفيشال باوتش اللي هي ايوه هو بيخترق البرينيال ممبرين ويروح طالع على طول بقى ايه من تحت اللي هي سوبرفيش على الباب خلاص كده يا اولاد. ادي الممبرين يا اولاد شايفين الممبرين يا اولاد دي طبعا هنا يا اولاد بصوا ادي الجلاند يا اولاد الكوبرز ده في الدين بصوا ما اخترقت الممبرين عشان تفتح فينا يا اولاد في البلك يبقى الضغط هي في السوبرفيشال والجلانز النفسية فينا اولاد في الدين. انا نسيت اقول لكم اولاد على كونتنت في السوبرفيشال برينيال باوتش في الفيميل فكرتها دلوقتي مش البالب يوريسترا جلاند دي لازم يبقى فيه جلاند وصدى في الفيميل بارسولين او ايه اولاد جريتر فيستيبولار جلاند نسيت اقولها دي يبقى اسف من ضمن الكونتنتس بتاعت سوبرفيشال برينيال باوتش في الفيميل بارسولين جلاند دي بتبقى موجود تحت عارفين يا اولاد البالب وفيستيبول جنبيها في البوستير بارت تحتيها ودي تفتح جنب الهايمن جنب فتحه الفاجينا كده بضغط
يبقى من ضمن الكونتنت. انا اسف كويس ان افتكرتها دلوقتي. جريتر فيستيبولار جلاند او برسولين جلاند، ودي بتماثل البالب يوريثرا، بتفرز ميوكس من لوبريكيشن كده، واخدين بالنا اولاد. ودي موجوده في السوبرفيشال مش في الدي السوبرفيشال، انما الكوبرز يا اولاد موجوده فين؟ في الدي. يبقى هقول تاني، الجريتر فيستيبولار جلاند بتاعت الفيميل في السوبرفيشال وبتفتح على كل جنب بتاكت كده في الفاجينا، جنب الفاجينا، انما الرجاله البالب يوريثرا الموجوده في الديب والضغط بتاعتها هي اللي موجوده في السوبرفيشال. خلاص يا اولاد. طيب مين شاطر يقول لي كان الكونتنس بتاعت الانر ترانجل ايه يا اولاد؟ انر كانال، وعلى كل جنب اسكريكتر ايه يا اولاد؟ فصه. الاسكريكتر فصه دي يا اولاد بص يا اولاد، هنا يعني شايف هنا مبين لك ايه؟ بص هنا شايفين يا اولاد اللي حوالين اليوريثرا مين يا اولاد؟ سفنكتر يوريثرا، شايفينها؟ ها؟ قبل ما اخش على الاسكوريكتال فوس، واحد قال لي يا دكتور انت كنت قلت لنا على البرينيال بودي هتتكلم عليه كلمتين مش كده؟ ركزوا معايا بقى. البرينيال بودي دلوقتي بيسموه سنترال برينيال تندون. سنترال برينيال تندون ليه يا دكتور سموه سنترال برينيال تندون؟ عشان ماسك فيه 10 مصر، 10 حاجات، 10 مصر. اولا هو عباره عن ايه يا دكتور نادر؟ ده فايبر ماسكولار بودي في نص البرينيه بين الانر ترانجل واليوروجينيتال ترانجل. خلاص كده يا اولاد، عارف الخط التخيل اللي احنا راسمينه في نصه كده معايا؟ بنسميه دلوقتي التسميه الجديده سنترال برينيال تندون. وبسالك في الامتحان ماسك فيه 10 مصلز، ماسك فيه 10 مصلز، عد معايا. بالبوس بولجيوسس اثنين يمين وشمال، صح؟ مش انا قلت طالع برينيال بودي؟ ادي اثنين سوبرفيشال ترانسفيرسس برينيال، اثنين يبقى اربعه، ودي ترانسفيرسس برينيال يبقى كام؟ ست. والانتيريور بارت بتاع الفيتور اناي اثنين يبقى ثمانيه، وسفنكتر يوريثري تسعه، واكسترنال انال سفنكتر 10. لازم تحفظوهم زي اسمك. ثاني يا اولاد، البرينيال بودي او السنترال برينيال تندون ده فايبروماسكولار بودي موجود في نص البرينيوم، وفايدته بيعمل انتجريتي للبرينيوم، ثبات. ماسك فيه 10 ماسلز، انا هقولهم واسمعوا مني. اثنين سوبرفيشال ترانسفيرسس برينيوم، اثنين ديب ترانسفيرسس برينيوم، مش كده يا اولاد؟ اثنين بالبوس بونجيوسس يبقى كام لغايه دلوقتي؟ 6. واثنين انتيريور بارت بتاع الفيدرو ريناي يبقى 8. فاضل لنا المصل اللي حوالينا اليوريثرا سفنكتر يوريثري، واللي حوالينا الانر كانال اكسترنال انر سفنكتر. عايز واحد شاطر يقول لي اسامي ال10، اظن سهلين اهو. سميناها ليه سنترال برينيال تندون؟ عشان ماسك فيه 10 مصل وبيعمل انتجريتي ثبات للبرينيوم، مش كده؟ حد يقدر يقول لي ال10 مصل يا اولاد؟ ها مين هيرفع ايده جديد كده يقول لنا؟ قول ايه؟ اثنين ديب ترانسفيرس، اثنين ديب ترانسفيرس، واثنين سوبرفيشال ترانسفيرس، وواحده سفنكتر يوريثري، واحده سفنكتر يوريثري، واحده سفنكتر اكسترنال انال سفنكتر، واحده اثنين بالبو يوريثرا، اثنين فيتور رينال انتيريور بارت، واخر حاجه بالبو يوريثرا الاثنين. ها اولاد دي كمان دي بتيجي في الامتحان. سوبرفيشال برينيال باوتش، ديب برينيال باوتش، ها البرينيال ميمبرين اللي بيخترقوا. عشان حاجه سهله دي تذاكرها، يعني رجاء منكم يا اولاد، عارف عندكم مواد كتير اساسيكم النهارده، لو نص ساعه ولا ساعه كده الحاجات دي، في ناس ياما هتكون تقدر تثبت معاها عشان ما تنساهاش. حاجات سهله تتحفظ كلها، وقالت لها ازاي ان شاء الله. ممكن اجيب ورقتين واقعد امثل كده الحاجات اللي داخله ولا ايه وطلع. خلاص يا اولاد. طيب اخر حاجه يا اولاد بنتكلم عليها الاسكوريكتر فوس. مش احنا قلنا اولاد اللي لقينا الكنال دي، في هنا الكنال وعلى كل جنب في فصه. الفصه ده يا اولاد اللي هي هنا دي، اللي انا بقول لك اهو شايفين اللي احنا فاتحينها دي، الفصه دي. عارف تيجي العمل بتاعها في الامتحان ازاي؟ هحط لك فيه ورقه ودبوس، ايدنتيفاي ذا بوينتد او ذا ماركت اس فوس او سبيس، هتقول لي اسكوريكتال فوس. السؤال هيجي عليه حاجه من الاثنين، يا اقول لك الباوندريز يا الكونتنس، مفيش غير كده. فهمتوني يا اولاد؟ تقول يا الباوندريز يا الكونتنس. تعالوا كده معايا يا اولاد، طبعا يا اولاد بس الرسمه دي احنا انتوا واخدينها عارفينها، احنا قاطعين سيكشن في الفينس يا اولاد، فده كوربس سبونجيوزم، وده اولاد ايه؟ كافرنوزم، ودي الفاشيا فينس والممبرين سليف. فكان فوق الفاشيا فينس اللي هو سوبرفيشال دورسال فين، اللي رايح فين يا اولاد؟ سوبرفيشال اكسترنال بيدين، وده الديب اللي رايح البروستاتيك، وده الارتري، ها؟
دورسال ارتري اوف ذا بينس، وده اولاد دورسال نيرف اوف ذا بينس. اللي ماشي جوه الكراسه اولاد الديب ارتري، واللي ماشي هنا اولاد على جنب اليوريثرا ارتري اوف ذا بلاد. اظن رسمه جميله موضحه لك الايه الامور، صح يا اولاد؟ طبعا يا اولاد هنا بالنسبه للفيميلا فكرك ده كان اللابيا ماجوره، لابيا ماينوره، طبعا ده كلايتورس هنا، وهنا اولاد الحته اللي بينهم دي اسمها في السيبيول، فيها اليوريثرا وفيها الفاجينا بالهايمن بتاع. كان هنا اولاد يجي ايه؟ هنا هو تفتح دكت بتاع البارسولين، والدكت هنا بتاعت البارسولين بتفرز ايه؟ ميوكوس. خلاص؟ طيب. اسكو ريكتر فوسا اولاد سهله، عايز تحفظوها زي اسمكم تحفظوها معايا كده زي ما هنقولها دلوقتي ان شاء الله. مش دي اولاد الانر كانال؟ على كل جنب اولاد في فصه. شكل الفصه دي يا اولاد ويدج شيب وتديه عامله زي الهرم كده. لها ايبكس، لها بيز، وليها اربعه وول انتيرير وبوستيرير وميديال ولفت. احفظ معايا. احفظ معايا. دي يا اولاد زي ما انت شايف كده في العينه اللي هوريها لك، دي شكلها بيراميدال او ويدج شيب، لها ايبكس ولها بيز. فانا قاعد على البيز اهو على السكين ده صح؟ والايبكس جوه. الايبكس يا اولاد ايه اللي عامل الايبكس؟ جزء من الاوريجن بتاع الليفيتور ان هاي. كلمة واحدة، جزء من الاوريجن من الليفيتور ان هاي اللي طالع من الاوبتيريتور فاشن. البيز بص يا اولاد بقى انا قاعد كده قاعد على البيز اهي، مش انا قاعد على البيز بتاعتها، عبارة عن البيري، بيري يعني حوالين، بيري انا السكين وفاشن. السكين والفاشن اللي حوالين الانا الكنال. عايز واحد يقول لي الايبكس معموله بكلمه واحده ايه يا اولاد؟ بارت اوف ذا جزء من الاورجن بتاع الليفيتور ناين. والبيز يا اولاد مين شاطر يقول لي؟ بيري انال سكين وفاش. خلاص؟ واحد يقول لي يا دكتور اللاترال وول، اقول له الاوبتيريتور انترنس ماسل والفاشيه اللي عليه اوبتيريتور فاشيه. طب يا دكتور الميديال وول يمه الانال كنال، هتقول لي عباره عن جزء من الليفيتور ناين وجزء سوفل اكسترنال انال سفينكتر. يبقى الجزء اللاترال اولاد اوبتيريتور انترنس والفاشيه اللي عليه. الجزء الميديالي اللي هو اولاد ها ركزوا معايا ها سيرنا الاسفنكتر والليفيتور من قدام بقى ومن ورا، من قدام ومن ورا، من قدام هنا اولاد البرينيال ممبرين، برينيال ممبرين والاثنين ماسل سوبرفيشال والديب ترانسفيرسس، ومن ورا اولاد الساكرو تيوبراس. ادي الباوندرز. قبل ما اقول الكونتنس مين شاطر يقول لي الايبكس كلمه واحده بتاع الاسكوريكتر فورس بارت اوف ريجن اوف الليفيتور ان البيز يا اولاد بيري سكين وفاشيا. اللاترال وول في الخارج يا اولاد اهي اوبتريتر نيرف اوبتريتر انترنس ماسل وفاش. ميديال يا اولاد هنا اهوت في جزء من الليفيتور ان اي والاكسترنال انال سفينج، الابر تو ثيردز من الليفيتور واللور وان ثيرد اكسترنال انال سفينج. من قدام اولاد برينيال ممبرين مع سوبرفيشال من ورا الساكرو تيوبس. مين يقدر يقول لاولاد الباوندريز قبل ما يخش على الكونتينس؟ ها قول يا الابكس معموله بايه؟ ابكس بارت اوف ذا اوريجن اوف الفيتر ناي والبيز اللي هي الاوبتيريتر لا بيري انال بيري انال فيشن سكين وفيشن. طيب لاترال وول بقى تريتر انترنس والفاشيا ميديالي عند الانا الكلام او الليفيتور اناي والاكسترنال انال سفين. من قدام اهي بقى على الرسمه عندك اللي هو البرينيال ممبرين والسوبرفيشال ديب ترانسفيرس واللي ورا اولاد ساكرو تيوبس. لازم هجيب انا بص انا مش هو الامتحان احنا ما حطيناش امتحان لسه بنقول سوبرفيشال برينيال باوتش باوندرز كونتينز ديب برينيال باوتش باوندرز كونتين اس كوريكتر فوسا باوندرز كونتين برينيال ممبرين ها اتاتشمنت بتاعه والبيرسنج ايه ستراكشرز. البرينيال بودي سنترال برينيال تندون ماسك فيه 10 ماسكس تقول لهم تعال عد الكونتينس معايا. اول حاجه اولاد فات فات بس انت عارفين الفات بيبقى هارد فهنا ربنا خلقه سيمي ليكويد فات نصف سائل. ليه يا اولاد؟ جلوس ها؟ جلوس ايه؟ ده جلوس عايز حاجه ناشفه عشان العين بس توصل ريكتر. انا اسف واحنا بنتبرز يا اولاد بيحصل ديستنشن ان ما كانش حاجه طريه تسمح لو الديستنشن دي يبقى انا مش هقدر اتبرز. يبقى اولاد ربنا خلى هنا السيمي ليكويد فات تو الاو ديستنشن اوف اين الكلام ديورنج ديفيكيشن اثناء التبرز. دي مهمه جدا دي واحده. خلاص كده يا اولاد؟ عد معايا. نمرة اتنين اولاد انفيريور ريكتال نيرف
وانفيريور ريكتال فيسلز. انفيريور ريكتال نيرف ده ولاد برانش من بيودندال في البيودندال كانال، وبيمشي من اللاترال للميديال عشان يغذي الاكسترنال انال سفنكتر، والفيسلز زيها بس ما هي طالعه مننا ولاد من الانترنال بيودندال ارتري وتمشي يغذي الاكسترنال انال سفنكتر. يبقى خدنا سيمي ليكويد فات، انفيريور ريكتال نيرف، انفيريور ريكتال فيسلز، ادي ثلاثه. سكروتال في الرجاله وليبيال في الفيميل نيرف وفيسلز. النيرف يا اولاد ده برانش من البيودندر والفيسلز برانش من البيودندر، ويمشي قدام اولاد يطلع لقدام عشان يروح سوبرفيشال برينيال باوتش ويغذي السكروتم في الميل والليبيا في الفيميل. اخر حاجه اولاد برينيال برانش اس 4 ده طالع بيخترق المصل اللي ورا اللي هي الكوكسيجياس، ويمشي كده اولاد عشان يغذي الاكسترنال انال سفنكتر برضه ويغذي السكين اللي ورا الانس بوستيريور للانس. ادي الكونتينس هنعيدهم تاني. نمره واحد سيمي ليكويد فات تو الاو ديستنشن اوف انال كانال ديورينج ديفيكيشن. نمره اثنين انفيريور ريكتال نيرف. نمره ثلاثه انفيريور ريكتال فيسز. نمره اربعه سكروتال نيرف. اكتب دي لوحدها دي لوحدها، تكتب انت اخدت ايه؟ اقول لك ثلاثه يعني هنا انفيريور ريكتال فيسز سكروتال نيرف وسكروتال فيسلز في الفيميل ليبيا نيرف وليبيا اللي هي اولاد فيسلز، وبعد كده اولاد برينيال برانش اوف اس 4. مين شاطر يقول لي بقى اسامي الكونتس؟ اسامي بس بتاع كل واحده. وبدانا شرحنا سوبرفيشال برينيال باوتش باوندريز وكونتس. لازم هيجي لك حاجه منه ودي برينيال باوتش باوندريز وكونتس. برينيال ميمبرين اتاتشمنت وستراكشرز بس، والسنترال برينيال تندون او البرينيال بودي والماسلز اللي ماسكه فيه 10. بعد كده ولاد خدنا الاسكوريتال فوسا باوندريس وكونتينس، وبتكة تاني السوبرفيشال دورسال فينوف فينوس والديب دورسال فينوف فينوس. لازم تعرف كل واحد منتهي فين. الموضوع البرينيال معظمه نظر، العملي هوريه لك دلوقتي مش هياخد مننا اي وقت وسهل. نعرف ايه العملي البيك قبل ما نشوفه. يا دكتور اللي هيبان في السوبرفيشال والديب والكلام ده كله، الاسكريتال فوسا هحط لك على بعضيه، حتى ممكن يكون باين فيها البيودندال نيرف مش على بعضك، هحط لك ورقه ولا دبوس اقول لك ايدنتيفاي سبيس او الفوسا، هتقول لي يا اولاد اسكريتال فوسا ركز. دي الاسئله لا، لو انا جبت في العمل هجيب كده، انا لسه ما حطيناش امتحانات طبعا، بس اقول لك. يبقى اولاد هوري لك في العملي، علمت لك على سبيس جنب الانال كانال، وانت مغمض تبقى مين يا اولاد؟ ايه السؤال اللي هيجي عليه يا اولاد؟ ركز معايا. باوندريز يا كونتينس اكتبه كده، انا مش بغششك وانا حاطط الامتحان منك ما تجيش خالص، انا بقول لك. يبقى هيجي يا اولاد يا باوندريز يا كونتينس. خلاص؟ يبقى لازم تكون مذاكر النظر. طب يا دكتور سوبرفيشال برينيال باوتش هتيجي ازاي؟ قلت له ده بتطيع الممبرينز كلها بتتقطع. ايه بقى يا دكتور اللي في العمل اللي هيبان من الوش ده كله؟ ولا البرينيال ممبرين حتى هيبان. اللي هيبان معايا عد معايا. بالبس بونجيزس ماسلز اللي على البال هتيجي. يعني ممكن تيجي. نمرة اثنين اسكو كافرنوسس ممكن تيجي اللي على الكراس. نمرة ثلاثة سوبرفيشال ترانسفيرسس برينيال. الديب ما بتجيش عشان اطلعها لازم اقطع السوبرفيشال. انا بقول لك الحاجات اللي بتيجي في العالم ثلاثة مصر سالين ولا صعبين؟ وكل واحدة اقول لك يا النيرف سبلاي اللي هو البرينيال برانش وبيدندن، يا اولاد يا الاكشن، وانتوا عرفتوه. خلاص يا اولاد؟ لو جبت لك اولاد اليوريسرا وعملت لك مصر داير عليها كده في موديل وفي اي حاجة سنتر يوريسري مصر خلاص؟ هجيب ايه تاني؟ مش هجيب لك ارتر ولا بتاع، مفيش مش باينين. ولا ارتري ولا نيرف. سهل العمل بتاعنا. استاذنكم بقى دلوقتي يا اولاد. مجموعه تيجي تقف معايا، اوريها وتطلع ومجموعه ما حدش يمشي الا ما اشوف العمل، كلمتين مش هاخدوا معانا خمس دقائق. النظر بعيد ان الاسامي جديده ويانا. في حاجه صعبه يا اولاد الناس اللي ورا والناس اللي قدام ها؟ رجاء عشان خاطر يذاكروا الكلام ده النهارده. واللي مش فاهم حاجه يجي يسال انا تحت امره. بس ذاكروا الكلام ده. هو كتير وعايز يحفظ. في ناس استوعبت فهمت شويه، في ناس فهمت كتير. لو ذكرتوا الكلام ده النهارده مش هتنسوه. لو ركبتيه يومين ثلاثه هتنسوه، انتوا عندكم مواد كتير. اخلص من الاناتومي من البرنين، ده موضوع مهم وبيجي حاجات كتير. وشفت انا عديت لك كام موضوع ممكن يجوا. النظر بعيد ان الاسامي جديده او كتيره، صعبه اولاد؟ في حد عايز يسالني في حاجه؟ طب العمل دلوقتي هوريه لكم، شوفوا معانا خمس دقايق باذن الله، تستعملوا معايا عشان بعد كده ناخد التحضير بتاعنا. يا اما لو عايزين ممكن ناخد التحضير الاول عشان اللي عايز يخلص، عايز يقعد يراجع، ما عنديش مشكله، عايز يمشي واحد. خلاص يا اولاد؟ طيب ثواني كده بقى اولاد. انا باتش ايه؟ باتش ايه؟ طب هو النهارده باتش بي ولا باتش ايه؟ لا باتش بي. طيب 34.
يلا اولاد نوريكم العمل. تعالوا كل الناس هنا حتى اللي مش هيشوف، تعالوا هنا جنبي عشان مش عايز هتقعدوا تتكلموا. يا ركان تعالى هنا، تعالى اولاد كلكم هنا، تعالوا كلكم هنا. يا شباب انا عشان زمايلكم يسمعوا، عشان انتوا تسمعوا، تعالوا هنا جنبي عشان اعرفكم اللي بيجي في العمل وبتسالوا ازاي. انا عايز بس الناس اللي جنبي يرجعوا لورا سنه عشان كله يشوف. وهنا برضو نفس الحكايه، انتوا كده شايفين كويس. بص يا اولاد، انا اتفقت معاكم في عينه زي دي، عينه قاعده زي دي. انا قلت لك سيمفيسس بيوبس كان في ليجامتين اسمها انفيرو بيوبيك ليجام، ودي التيبي وذا كوكسكس، مش كده يا اولاد؟ ارجع ورا يا ابني بعد اذنك سنه. التيبي وذا كوكسكس، خلاص متفقين؟ وده اولاد هنا الاسكال تيوبروست على كل جنب، مش ده الاسكال تيوبروست يا اولاد؟ ده مين يا اولاد؟ الاسكال تيوبروست. قسمنا خط تخيلي كده يا اولاد، شايفين؟ ادتني يورو جينيتال وايه يا اولاد؟ وين؟ يورو جينيتال وين؟ خلاص ده يورو جينيتال وايه يا اولاد؟ وين؟ وادي له دكتور، طب من 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 الحاجات بقى اللي بتيجي في الامتحان ايه؟ اقول له تعالى مين شاطر يقول لي يا اولاد لو انا علمت لك على المصل اللي جوه ده اللي هي دي مين يا اولاد؟ اوبتيوريتور انترنس. دي تبع البلفيك وول. دي مين يا اولاد؟ اوبتيوريتور انترنس. دي مين يا شباب؟ اوبتيوريتور انترنس. الفشل اللي عليها يا اولاد اسمها ايه؟ الفشل اللي هي بتنقسم تديك كنال اسمها بيودندال كنال، اللي فيها البيودندال نيرف. لو انا سالت ايه ده يا اولاد هتقول لي اوبتيوريتور انترنس. خلاص هسالك اقول لك نيم فاشيا كفرنج، تقول لي مين؟ اوبتيوريتور منشن كانال فورمد باي ات، تقول لي بيودين، اقول لك كونتينس، تقول لي اثنين بيودين نيرف وانترنال بيودين الارتري. شفت السؤال يجي ازاي؟ ممكن اسالك النيرف سبلاي والاكشن. خلاص كده خلصنا من العينه دي. بص يا اولاد، واحد يقول لي يا دكتور انا حتى اللي هو الدكتور اللي اداه لكم في البلف كول بتاعها انا هوريك هنا. انا لو دخلت البلفس يا اولاد، في نقطه يا اولاد، في حاجه اسمها البلفك دايفراج واليوروجينيتال دايفراج. ايه البلفيك دايفراج؟ عشان ده في البوكلت لازم تبقوا عارفينها. بيتكون من ايه؟ واليوروجينيتال دايفراج بيتكون من ايه؟ البلفيك دايفراج يا اولاد العضلتين اللي في الفلور بتوع البلفس اللي هم، ركز معايا، الفيتور ايناي وكوكسيجياس من ورا. يبقى انا لو سالتك في الامتحان مين البلفيك فلور، سوري البلفيك دايفراج، تقول لي الفيتور من قدام وكوكسيجياس من ورا. طب مين يا دكتور اليوروجينيتال دايفراج؟ ركز معايا. اليوروجينيتال دايفراجم فايدته يا اولاد، طبعا البلفيك دايفراجم ده بيعمل ايه يا اولاد؟ سبورت للبلفيك اورجنز نايمين عليه. انما اليوروجينيتال دايفراجم يا اولاد فولنتري او بنسموها كنترول للمكتيوريشن، بيتحكم في التبول. عد معايا بقى، سفنكتر يوريثري ماسل، سوبرفيشال ترانسفيرسس برينيه، ديب ترانسفيرسس برينيه، بالبوس بونجيوزس، ويسكيو كافرنوزس، كل الماسلز دي بيسموها يوروجينيتال دايفراج. عرفت يعني ايه يا اولاد بلفيك دايفراج؟ ده في الفلور بتاع البلفس وعباره عن ليفيتور ايناي مع الكوكسيجياس. اليوروجينيتال دايفراج ده بيعمله زي اولاد كنترول للمكتيوريشن فولنتري كنترول، ودي عباره عن سفنكتر يوريثري والاثنين سوبرفيشال وديب، والبالب يوريثرا بالب وسبونجيوزس ويسكيو يا اولاد كافرنوزس عشان تبقوا عارفين. فانا اولاد برضو، ما انا دي مش تابع بس انا هعرفها لك برضو. انا هحط لك دبوس كده واقول لك ايه دي اللي باينه قدامك. المصل يا اولاد اللي في الفلور دي هي ديفيتور ايناي، هنجيبها في الامتحان بتيجي كتير. يبقى المصل دي يا اولاد اسمها ايه يا اولاد؟ ديفيتور ايناي. المصل هنا دي يا اولاد اسمها ايه؟ ديفيتور ايناي. عارف السؤال اللي يجي عليها ايه؟ يا البارتس يا الاكشن يا النيرف سبلاي. ده اللي بيجي في العملي، بقول ثلاثه الليفيتور ايناي، هتقول لي البارتس يا الاكشن يا النيرف سبلاي. ليها تو نيرف سبلاي، اما تذاكروها بقى. تاني يا اولاد مين شاطر يقول لي دي اللي فيتور ايناي؟ مين هيقول لي الاسئله اللي بتيجي؟ بارتس اكشن ونيرف سبلاي. طبعا الكوكسيجيس يا اولاد اللي هي اخر حته ورا وتبقى فايبرس كده، ما علينا مش مشكله منها. طيب انا هديكم مصل ثانيه كمان انتوا خدتوها، انا ما اديتها لكمش وماشي عليها نيرفز. شايفين المصل اللي ورا؟ ورا وماشي عليها نيرفز دي؟ دي البايريفورمز. دي مين يا اولاد؟ بايريفورمز. ماشي عليها النيرفز، شايفينها؟ دي مين يا اولاد؟ بايريفورمز. ده انا بجيب لك حاجات انا ما اديتها لكش، بقول لك كمان البايري فورمز، بايري فورمز نيرف سبلاي او اكشن، بايري فورمز شايفينها يا اولاد؟ عليها نيرفز اهي، شايفينها؟ دي مين يا اولاد؟ بايري فورمز. ادي ماسل ثاني، انا لغايه دلوقتي ما رضيتش الحاجات بتاعتنا. ثالث ماسل بقى وبتيجي في الامتحان كتيره، في السايد بتاع البلفس ومخترقها نيرف وفيسلز اهي. معلش انا اسف،
اهي ومخترقها نيرف وفيسلز، دي الاوبتيريتور انترنس، مخترقها الاوبتيريتور نيرف والاوبتيريتور فيسلز، دي اولاد الاوبتيريتور انترنس، يبقى دي من اولاد اوبتيريتور انترنس، واحد على كل جنب اوبتيريتور انترنس. اوبتيريتور انترنس بيخترقها الاوبتيريتور نيرف والاوبتيريتور فيسلز، اوبتيريتور نيرف اوبتيريتور فيسلز، اوبتيريتور انترنس بيخترقها الاوبتيريتور نيرف والاوبتيريتور فيسلز، اوبتيريتور انترنس يخترقها الاوبتيريتور نيرف والاوبتيريتور انترنس. ثاني يا اولاد، لو انا جبت لك عينه موديل او عينه عاديه من دي، لقيت لك في الفلور حاطط لك على عضله ما فيش غير الليفيتور اناي، العضله الكبيره اللي على كل جنب الليفيتور اناي، عضله ورا وعليها نيرفز بايريفورمز كوكسجيس، ده بتبقى فايبرس صعبه شويه، بايريفورمز عليها نيرفز. طب واحده اولاد في الجنب بتاع واتاكد ان معدي جواها اوبتيريتور نيرف اوبتيريتور فيسلز. طيب كده سهل يا اولاد. طب بالنسبه لنا احنا دكتور نادر ايه اللي مطلوب مننا؟ هقول لك، هرجع ورا هنا اهو، انا هحط اولاد الدبوس في الانر كانال وهوريك ده في الانر كانال، على كل جنب منها احنا مفحرين اهو مشرحين في سبيس فصه ولا لا اولاد؟ ها اسمها الفصه دي يا اولاد اسكوريكتال فصه. انت لو شفت بقى فيها حاجتين، نيرف وارتري، الارتري محقول ماده حمراء اللاتكس، النيرف اللي هو البيودندر والارتري هو الانترنال بيودندر، فاهمني؟ انما انا هسالك على الفصه واسالك على السؤال بتاعنا هوريك دلوقتي. يعني انا حطيت لك ورقه هنا ودبوس مش في الانر كانال، انا الدبوس بتاعي هيبقى هنا، انا هنا بس عشان ما لخبطكش، انا هنا انا حاطط الدبوس في الانر كانال، شاور لي على الفصه اللي جنب الانر كانال كده، يبقى ده سؤالنا، شاور لي على الفصه اللي جنب الانر كانال اسمها ايه يا اولاد؟ اسكيوريكتال فصه. وده السؤال اللي هيبقى عليه، مين شاطر هنا يا اولاد يشاور لي على الفصه على كل جنب؟ هي دي اللي تيجي في الامتحان، مش الدبوس، حط كده زقها جنب. هنا اولاد مين يوريني الفصه؟ اولاد مين يوريني الفصه؟ اولاد شاور عليه اسمها يا اولاد دي اسكوريكتال فص، دي اللي هتيجي في الامتحان لو جات. يعني ده الاسكوريكتال فص شاوروا له عليها فين كده اولاد؟ فين الاسكوريكتال فص؟ السبيس ده واحد والجنب الثاني واحد، اسكوريكتال فص فين؟ دي تقول السبيس الثاني. انا حاطط الدبوس فين يا اولاد؟ في الانر كانال، ماليش دعوه بيه، ده انا بس عشان اعرفك. طب اهي يا اولاد وجوه حاجتين باينين قدامكم، حاجة بيضة وحاجة محقونة مادة حمرا، الأبيض ده البيدين ده النيرف والأرتري انترنال بيدين. هم ابني هم حاجتين اهو، شايف كده؟ شوف في حاجة حمرا تحت وفي هنا واحد. هسأل في الامتحان ازاي؟ مش همسك لك ده ولا ده، بس انتوا عارفين ان نيرف وأرتري. السؤال هيجي ايدنتيفاي السبيس أو الفص، هتقولوا لي يا أولاد السؤال اللي هيجي شيء غير كده باوندريز يا كونتينس. السؤال بيجي ازاي؟ انا بعرفك اللي بيجي باوندريز يا كونتينس، خلاص كده اولاد؟ طيب واحد يقول له يا دكتور ده كده تمام، عرفني بقى الماسلز اللي انت قلت لي فضله وبتيجي. انا هشاور الاول وانتوا اللي هتقولوا لي. بالب سبنجيوس دي يا اولاد كده انا حاطط في دي ماسل مش كده صح؟ على البالب ولا لا؟ على البالب، يبقى اسمها اولاد ايه؟ بالب سبنجيوس. يبقى الماسل اللي على البالب دي يا اولاد سموها بالب سبنجيوس. ماصل على البلب ولا مش على البلب؟ الجزء المنتفخ ها، ماصل دي على البلب، على البلب، يبقى اسمها بلبو سبونجيوس. حطها تاني طبعا عشان محقونه بلاستيك في بلبو سبونجيوس. يبقى اولاد الماصل اللي على البلب دي اسمها يا اولاد بلبو سبونجيوس، الماصل اللي على البلب دي هنسميها بلبو سبونجيوس، الماصل اللي على البلب هنسميها بلبو سبونجيوس. واحد يقول لي قول لي السؤال يا دكتور، يا نيرف سبلاي يا اكشن، يا نيرف سبلاي يا اكشن، ادي واحد خلاص كده يا اولاد. واحد يقول لي يا دكتور طب على 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 كل جنب منها بقى في مصل ثانيه اسكيو كافرنوس، برافو عليك هنشاور عليها. اللي جنبها يا اولاد مش على البلب بتبقى مين؟ اسكيو كافرنوس. اللي جنب البلب بتبقى مين يا اولاد؟ اسكيو، اسكيو اسلوبهم زي بعضهم ده النيرف بتاع البيدين. يبقى دي ايه اللي جنب البلب تبقى يا اولاد؟ اسكيو كافرنوزس. يبقى دي مين يا اولاد؟ اسكيو كافرنوزس. دي مين يا شباب؟ اسكيو كافرنوزس. دي مين يا شباب؟ اسكيو كافرنوزس. دي مين يا شباب؟ اسكيو كافرنوزس. اصل دي بلاستينيت حننا ماده زي البلاستيك فما انت عارف تبقى. دي مين يا اولاد؟ اسكيو كافرنوزس. دي مين يا اولاد؟ اسكيو كافرنوزس اللي جنب البلب. دي مين يا اولاد؟ اسكيو. كلمه تيجي طيب. السؤال اللي هيجي هنا يا اولاد ايه؟ ها؟ نيرف سبلاي اكشن. نيرف سبلاي اكشن. طب واحد يقول لي يا دكتور في واحده بالعرض اهي.
Superficial transversus perineal muscle. Superficial transversus perineal muscle. السؤال برضو يا أولاد يعني نيرف سبلاي يا أكشن. بص أولاد العينة دي بقى اللي مطلعين فيها. بصوا كده قولوا لي مش ده ولاد البلبة ولاد؟ بص مش ده البلبة؟ ها ده البلبة كده؟ ها ده البلبة ولاد؟ يبقى المصل اللي عليه دي مين أولاد؟ برافو عليكم. مين دي من أولاد المصل دي؟ بلبو سبونجيوز. مين المصل دي أولاد؟ بلبو سبونجيوز. في عينة تانية مين المصل دي أولاد؟ بلبو سبونجيوز. مين دي أولاد؟ بلبو سبونجيوز. طيب العصر المصل اللي هنا بقى أولاد اللي هي مقطوعة دي هتبقى مين أولاد؟ اسكيو كافرنوزس. خلاص هيبقى مين يا اولاد؟ اس كيو كافرنوزس. السوبرفيشال ترانسفيرسس بص مقطوعه فاضل منها حته اهي. سوبرفيشال ترانسفيرسس كرينيال ماسل مقطوعه فاضل منها حته. سوبرفيشال ترانسفيرسس كرينيال ماسل فاضل منها جزء اهي يا اولاد. سوبرفيشال ترانسفيرسس كرينيال ماسل ماشيه بالعرض. سوبرفيشال ترانسفيرسس كرينيال ماسل سوبرفيشال مقطوعه هنا. سوبرفيشال ترانسفيرسس سوبرفيشال ترانسفيرسس. قبل ما نكمل يا اولاد انا جبت لك عينه باين فيها الانا الكنال وجايب لك حته متشرحه فاضيه على كل جنب من غير اسكريكتر. وايه السؤال يا اولاد؟ باوندريز كونتنت. جبت لك عينه البينس دي او هنا او هنا او هنا وجبت لك ماسل على البالب تسموها يا اولاد بالبوس بونجيوزس ونيرف سبلاي اكشن. جايب لك العضلتين اللي في الجنب بقى يا اولاد اسكيو كافرنوز نيرف سبلاي واكشن. عيتين بالعرض يا اولاد سوبرفيشال ترانسفيرسس برينيال ونيرف سبلاي واكشن مش كده؟ طيب واحد يقول لي يا دكتور ده كده تمام قوي فين ال كان دي. بص انتوا اللي هتقولوا لي هنا يا اولاد في عينه الفيميل دي يا اولاد بصوا بصوا كده انتوا اللي هتقولوا لي مين اولاد الماسل ده اهي اللي ماشيه بالعرض دي؟ ادي واحده وادي واحده سوبرفيشال ترانسفيرس. برافو عليكم. ادي عينه سهله ادي في موديل وشفناها في بص دي مين اولاد سوبرفيشال ترانسفيرسس برينيه. طب اولاد بصوا دي طبعا هنا الفيستيبيول وادي الفاجينا واليوريثرا في ماسل على كل جنب ماسل سايبنا والثانيه قاطعنا عشان نبين اللي هو البارسولين جلان. فاهم بالنا الماسل هنا دي يا اولاد اسمها ايه؟ بالبو سبونجيوزس مش بتاع البلب دي بالبو سبونجيوزا والجلاند دي يا اولاد اللي هي مين؟ بارسولين جلاند. يبقى دي بالبو سبونجيوزا بالبو سبونجيوزا ماسل بالبو سبونجيوزا ماسل ودي يا اولاد الجلاند اللي هي مين؟ بارسولين جلاند. قاطعين الماسل عشان نبينها طبعا دي عينه موديل بالبو سبونجيوزا ماسل وده مين يا اولاد؟ بارسولين جلاند. دي الماسل دي يا اولاد اسمها ايه؟ بالبو سبونجيوزا والثانيه قاطعينها عشان تبين يا اولاد بارسولين. طب واحد يقول لي يا دكتور ده انا في عضله ماسكه في البيبك ارش. مين شاطر يقول لي مين دي يا اولاد بقى؟ على كل جنب اسكيو كافرنوزس اللي ماسكه في البيبك ارش مين يا اولاد؟ اسكيو كافرنوزس. الماسكه في البيبك ارش هتبقى مين يا اولاد؟ اسكيو كافرنوزس. الماسكه في البيبك ارش اسكيو كافرنوزس. اللي ماسكه في البيبك ارش اسكيو كافرنوزس. اللي ماسكه في البيبك ارش هتبقى مين يا اولاد؟ اسكيو كافرنوزس. الماسكه في البيبك ارش اسكيو كافرنوزس. ثاني يبقى انا اولاد يا هجيب لك فص على جنب الانا الكنال اسكو ريكتال فص هتقول لي ايه باوندريز او كونتينس. يا اما هجيب لك ماسل على البالب تبقى بالبو سبونجيوزس ماسل ماسكه في البيبك ارش تبقى اسكو كافرنوزس ماشي ماسل ماشي بالعرض سوبرفيشال ترانسفيرسس برينيال ماسل. اظن كده واضحه ولا واخدين بالنا؟ نيرف سبلاي واكشن ماسل في في الفلور بتاع البلفس ليفيت ماسل عليها نيرفس ورا بايريفورمز مش كوكسيجيس. في ماسل في الجنب اولاد مخترقه اوبتريتور نيرف اوبتريتور ايه خلاص يا اولاد. طبعا دي بالنسبه للفيميل اولاد يعني طبعا احنا عندنا كان في الفولدين اللي بره دول اللي هو لابيا ماجورا الاثنين فولد اللي جوه دول اولاد اللي هو لابيا ايه ماجورا والسبيس اللي بينهم ده اولاد اللي هو الفيستيبيول. طبعا انا بدخل كده في الايه فاجينا اولفس واخدين بالنا وكان طبعا اللي هنا اليوريثرا اولفس ودي الفاجينا ده لابيا ماينورا ودي لابيا ايه اولاد ماجورا. يبقى انا عندي هنا لابيا ماينورا وماجورا وطبعا الفاجينا الاوبننج وكان فوق هنا اليوريثرا الايه اوبننج. الحته اولاد اللي على البيوبس دي اللي عليها زينا بيسموها مونس بيوبس دي لابيا ماينورا دي لابيا ماجورا. طبعا ده الفيستيبيول فيه الفاجينا الاوبننج فتحه الفاجينا وفوق هنا فتحه ايه اولاد اليوريثرا لابيا ماينورا لابيا ماجورا وده الفيستيبيول فيه الفاجينا الاوبننج واليوريثرا
لابيا ماينورا خلاص يا اولاد. وبص هنا يا اولاد برضه فصه ثانيه الاسكوريكتر شفناها في الفيميل اسكوريكتر فصه واضحه يا اولاد على كل جنب من الانا الكنات دي في الفيميل اسكوريكتال فص اسكوريكتال يا اولاد فص اظن سهله وواضحه ما فيهاش اي حاجه سهله يا اولاد. يبقى العملي بتاعنا عرفنا بيجي في الامتحان النظري لا ودوشه انما العملي محدد ومعروف سهل. هجيب لك صور فيشل برنيه البوش منين انا هجيب لك الكونتينس اللي جواها هي من برينز وقطعناها صح. يبقى دي هتيجي ازاي هتيجي الماسلز اللي فيها طبعا نيرفس وفيسلز زي ما شايف صعب ان انا اجيب لك حاجه هنا عشان عينات صغيره خلاص يا اولاد فهمتوني ده العملي صعب فص على كل جنب بالبس بونجيزس ماسل اسكيو كافرنوزس ومين اولاد سوبرفيشال ترانسفيرسس برينيال ماسل اظن واضحه جدا ليفيتور اناي اوبتوريتور انترنس بايريفورس ما تقوليش كوكسوجيس صعب شويه يعني خلاص يا اولاد حد فاهم حاجه جدا اللي خلص يا اولاد وعايز يراجع يتفضل اللي عايز يمشي يتفضل مشكورين يا ريت تذاكروا الكلام ده النهارده بعد الظهر يلا اتفضل يعطيك العافيه يعني ان شاء الله محاضره بكره نفسها ما نص المجموعه النهارده ونص لا انا عندي هديك محاضره اناتومي يوم الاحد هديك الادرينال جلاند انا يوم الاحد مش عارف بكره ايه شو اسمه مشكور حد اولاد عايز ما شافش حاجه عايز يشوفها يجي اللي عايز يشوف حاجه يجي لي اللي ما شافش عايز يسالني في حاجه اولاد اللي عايز يمشي يتفضل واللي عايز يجي يا اولاد يراجع حاجه ويسالني في اي حاجه انا موجود اهو يقدر يقول لنا على السريع يا احمد دي اللي انت بتشاور عليها ايه برافو عليك فين السوبرفيشال ترانسفيرسس مقطوعه برافو عليك وطبعا كان هنا اللي هو اسكيو كافرنوزس مقطوعه هنا ايه الفصه دي فين الفصه اسكيو ريكتال بص هنا بص هنا الاسكيو ريكتال فصه شاب ده مشرح لك النيرفز الابيض ده النيرف والبرانش بتاعته والاحمر ده اللاتكس اللي هو الايه الارتري انترنال بيدندر ارتري بالبرانشز بتاعته انت بس تعرف الفصه وتعرف الايه الكونتينس بتاعتها واخدين بالكم يا اولاد طيب في العينه دي احنا عايزكم توروني فين البالبوس بونجيوزا واسكيو كافرنوزا برافو عليك وفين السوبرفيشال ترانسفيرس برينيال ماسل اهي بس دكتور هنا نعم ما حضرنا اللي على البالب دي بالبوس بونجيوزا اللي على كل جنب دي اسكيو كافرنوزا ادي اثنين اللي بالعرض دول سوبرفيشال ترانسفيرس برينيال ماسل ادي ثلاثه خلاص كده في هنا بص احنا مشرحين هنا في فص على جنب الانا الكنال على كل جنب بحط لك اقول لك تقول لي اسكو وريكتال فص طبعا جوه بيدندر نيرف وارتر